بالنسبة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن بدر الدين البلباني في كتابه أقصر المختصرات، قال رحمه الله: فصل، ويشرع سجود السهو. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. بعدما انتهينا من صفة الصلاة وذكرنا ما فيها من الأركان والواجبات وذكرنا ما فيها من السنن، الآن يبدأ يتكلم المصنف عن أمر هو له علاقة بالصلاة وهو أمر السهو. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد يسر لعباده أن رفع الحرج عنهم في أمر عباداتهم. قال ربنا عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه من رحمة الله عز وجل أن يرفع الحرج، ولن تجد شريعة ولن تجد أمة خفف الله عز وجل عليها الحرج كأمة الإسلام، وهذا موجود متكاثر. فمن رحمة من صور ذلك على باب وذكر المثال للحصر تجد ذلك في العبادات، فالله عز وجل جعل لهم في صيامهم وقتا محددا ولم يحرمهم في وقت فطرهم من أي طعام، ولذلك ربنا عز وجل قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة. وكذلك في باب حجهم تجد أن الله عز وجل قد جعل في الحج وفي مناسكه أن من فعل محظورا من المحظورات جعل له عليه كفارة ولم يبطل له حجه كله إلا في حدود ضيقة مفصلة نأتي لها في مظانة وفي باب. كذلك في أمر الصلاة وهي التي تتكرر معنا فرضا 5 مرات في اليوم إلى غير ذلك ممن يصلي الناس من النوافل. ولذلك أهل العلم يقولون: 40 ركعة لا تخطئك في اليوم والليلة، احفظوا هذا وكنشوه، 40 ركعة لا تخطئك في اليوم والليلة، 17 في الفريضة، الصبح 2 ركعة، الظهر والعصر والعشاء 4 4 4، والمغرب 3، هذه 17 في الفريضة مع جماعة المسلمين. ثم بعد ذلك 12 ركعة الرواتب، كان في حديث أم المؤمنين عند مسلم وغيره: بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بعد ذلك 11 ركعة في قيام الليل، هذا مجموعها كم؟ 40 ركعة، هذه لا تخطئك في اليوم والليلة. ثم بعد ذلك من زاد زاد الله له، من زاد زاد الله له. فلذلك أمر الصلاة لأنه أمر عظيم، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث كلها متفق عليها وقع السهو منه صلى الله عليه وسلم، وقع السهو منه عليه الصلاة والسلام أنه قام من 2 ركعة، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين في ظهر أو كذا، قام عليه الصلاة والسلام من 2 ركعة ثم بعد ذلك أتم صلاته وسرد قبل السلام، وهذا يسمى نقص. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سلم من 2 ركعة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، وذكر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فقام وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا الذي يسمى الشك في الصلاة. فقام عليه الصلاة والسلام وأتم 2 ركعة ثم سجد للسهو بعد السلام. وقام النبي 5 صلى الله عليه وسلم كما صح من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فقام 5، والصحابة طبعا احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يشرع لهم، فلم يسبحوا ولم يقولوا شيء، فإنما يسألون: زادت الصلاة شيء؟ قال: لا. ماذا حدث؟ قال: أنت جبت 5، فسجد ليش؟ للسهو. إذن هذا نقص وهذه شك وهذا شك وهذه زيادة. فلذلك يأتي بعض الناس أحيانا من الجهل ما فهم شيء يقول لك: طب من فين عرفنا إيش التقسيمات التي جبتوها أمس لكي تحذر من جماعة التبليغ؟ أحذركم من جماعة التبليغ، أمس اتصل بي أحد الناس من فنلندا مسؤول في إدارة تخص المسلمين تحت إشراف المملكة الفنلندية، اتصل بي أنه جول مجموعة من أهل التبليغ
يريدون أن يكون لهم ماذا؟ مركز عندهم. قال طيب فنتصل بأحد المشايخ ونأخذ رأيه فيكم يعني وكذا. فتكلم هذا الذي مع التبليغ له 30 سنة مع التبليغ وعمره فوق 60 سنة. فتناقشنا وقلت له أولا أنا لا أنتمي لجماعة، أنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ولا أدعو إلى الأحزاب نهائيا، وهذا منهجنا كتاب السنة على فهم سلف الأمة، شيوخنا الأكابر وعلماؤنا باز بن عثيمين الألباني الوادع الفوزان، هذا ابتداء. الأمر الثاني لا تعتبر، قلت له أن هذا مناظرة بيني وبينك، لكن اعتبرني أن أنا عندي بعض التساؤلات وأنت تجيبني عليها، وهذا بناء على اتصال منكم ليس مني، أنا لم أطلب شيئا في مثل هذا. فجلسنا ونتكلم وبينت لهم ووضحت لهم الأخطاء التي هم يقعون فيها. وكان في الأول يتكلم أن نحن عندنا أخلاق ونصبر على المخالف، فأرهد وأزبد وسب وشتم وقفل السكة وكذا. وكان معه 2 من الشباب، بعدين اتصلوا واعتذروا قالوا والله ما صدقنا أن يخرج منه هذا الخلق. قال ما صدقنا أن يخرج منه، قلت له هذا هو خلقهم يعني. هذه أخلاقهم، هم يتبعون أسلوب ما أريكم إلا ما أرى، ما عنده أسلوب أنه هو يتناقش بالحجة بالحكمة بالموعظة الحسنة إلى غير ذلك مثل هذه من مثل هذه الأشياء رعاكم. فالشاهد أحسن الله إليكم، تجد الإنسان الجاهل يجلس ثلاثين سنة جزاك الله خير في هذا العمل ولا يفقه شيء، بل قال لي ما في شيء اسمه العقيدة. الله يخبر 30 سنة توقع هو يحكي، يقول لي 30 سنة مع هذا العمل، قال ما في شيء اسمه العقيدة، ده أنتوا ألفتوها أنتوا بن تيمية وبدأوا وأسفر عن وجهه ليش الحقيقي، كلهم يبغضون ايش ابن تيمية. ليه ابن تيمية ايش مشكلتكم معه؟ حاربهم. لا رجل ابن تيمية لم يحارب احد، هم الذين حاربوه. ابن تيمية كان في موطن الدفاع، ابن تيمية عمره ما شر سيف وحارب احد، بل البكري هذا الذي كان يحارب ابن تيمية، ولما اهدر امير المؤمنين دمه ذهب والتجأ في بيت شيخ الاسلام، دخل في بيت شيخ الاسلام هو اللي حماه، قال أما حقي أنا فأنا متنازل عنه يا أمير المؤمنين. وقالوا ولذلك لما ترجم تيمي قالوا هذا من أعجب العجب، إنك أنت عمرك شفت عدوك يحتمش بك، هو الذي كان يسفك دمك ويطالب بماذا؟ بسفك دمك. وما كان له مشكلة الرجل رضي الله رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهذا هو الواقع أخوان، فلذلك الله أرضى عليك أطلب العلم واجتهد، والناس يحتاجون لطالب العلم ويحتاجون لمن يعلمهم دينهم. وأحمد الله عز وجل أن جعلكم تجلسون وتصبرون وتصابرون، ستجد بركة العلم. والله إن كثيرا من الشباب قالوا والله وجدنا بركة العلم لما احتجنا إليه لما سافرنا إلى بلادنا ورجعنا، كما قال ابن مسعود عند أبي خيثم النسائي قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يؤتل إليه، يعني متى يحتاج إليه. بدأ ينكر الآن إن في شيء اسمه توحيد إلهية وربوبية وأسماء وصفات. الله 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 كيف؟ وهذه ذكرت في آية واحدة في سورة إيش، من يذكرها غير الفاتحة؟ في آية واحدة كلها ذكرت في سورة مريم، رب السماوات والأرض هل تعلم له هذه جمعة التوحيد الهيئة. لكن العلم فضله يتيه من يشاء. فالشاهد رعاكم الله، فكل شيء موجود في الشريعة، لكن يفتح الله على من يشاء من عباده يتعلم العلم ويفقه العلم. لكن الجاهل هو الذي اليوم كنا في الحرم مثلا وفي الطواف احد الناس لابس حذاء، فقام واحد من الناس قال له يا شيخ لا اخلع حرام لا يجوز. قلت له يا اخي لا حرام ليش؟ النبي طاف راكبا وسعى راكبا. قال وش درانا وش علمنا ان النبي حسن؟ قلت له اللي علمنا جزاك الله خير هو العلم، اطلب العلم تتعلم، يقل خلافك لما تطلب العلم. قلت له مثل اقول لك ان التدخين انت بتدخنه حرام لانه شفايفه سودة وفمه ريحه الدخان طالعه منه، شكله مخلص سيجاره وجاي ايش
وجهي طفلت بعينه قلت له عشان تعرف التدخين حرام. قال كيف؟ قلت له حرام التدخين حرام. ولا تنكر على احد بدون ايش؟ بدون علم. فلذلك ايها الكرم الفضلاء ما انتم فيه خير وما انتم فيه بركه. فكما قلنا هذا الشك وهذا الزياده وهذا النقصان، لكن الان انا اريد اوضح معاني. عندنا السهو والنسيان والذهول والغفله. عندنا اربع، هذه اربع كلمات: السهو والنسيان والذهول والغفله. من اهل العلم قال كلها معناها واحد، ومنهم من قال بينها عموم وخصوص. وابي البقاء الكفوي صاحب الكليات افضل كتاب تتعرف فيه على هذه الالفاظ الدقيقه كتاب الكليات لابي البقاء الكفوي، اكتبه، تنزله من على المكتبه الشامله، تنزله من على الشبكه بي دي اف، كتاب الكليات للكفوي. جمال هذا الكتاب وايضا كتاب الفروق اللغويه لابي الهلال العسكري. جمال هذين الكتابين ايها الكرام الفضلاء، بالذات الكتاب الثاني، يوضح لك الفروقات. اسم على مسمى الغف، السهو والنسيان، كلمات جدا ايش؟ اي نعم، هو يديك الفرق بين الشح والبخل. كتاب هذا الاول كتاب الكليات لابي البقاء الكفوي، والكتاب الثاني الفروق اللغويه لابي هلال العسكري، وكلاهما موجود على المكتبه الشامله وعلى الشبكه، تنزلوا نسخ بي دي اف تستمتع كذا كل يوم. احنا قلنا عندنا خطه اللي هي حفظ بيتين كل يوم على مدى سنوات، يعجب لك 7000 في 10 سنين، وايضا قراءه صفحتين كل يوم قبل النوم. صفحتين ما تحقرها ترى. ما حقول لك اقرا لي ساعتين، ابغى صفحتين. كل يوم صفحتين صفحتين صفحتين، المهم ان احنا نريد ان ننمي مهارة ايش؟ القراءة. احنا عندنا مهارة في القراءة لكن في الواتس اللئيم، وفي فيسبوك العقيم، وتويتر اليتيم. عندنا مهارة تلقاك والله العظيم يا اخواني اكاد ما تمشي في ممشى ولا في شارع له ماسك ايش؟ لو هذا الأسلوب مع القرآن هنخدم كل 3 أيام بدون تعب بدون تعب. وجربوها في ذهابك من بيتك إلى المسجد وإيابك، إنك تمسك الجوال على إيش، وكل واحد في جوالكم عنده إيش، نسخة مصحف. جربها، ما حقول لك في اجعل لها، لا جربها في الوقت الذي تسلكه من المسجد إلى البيت، من البيت المسجد والعودة، وسترى عجبا عجبا. لا نريد أن تكون علاقتنا مع القرآن في رمضان فقط، لا، نحن لسنا رمضانيين، نحن ربانيين. كونوا ولكن كونوا ربانيين، ما قال ولكن كونوا رمضانيين. المسجد يعرفنا في رمضان فقط، صلى وصام لأمر كان يرقوف لما انقضى، لا صلى ولا صام، لا كنت تعقل. فقالوا السهو هو ذهول القلب عن الشيء، فإذا تذكر بأدنى شيء يتذكر. السهو ذهول القلب عن الشيء ويتذكر بأدنى شيء يذكره، هذا السهو. قالوا والسهو أيضا هو غفلة القلب عن الشيء، وإذا تذكر بأدنى شيء، وإذا ذكر بأدنى شيء تذكر، هذا السهو. والنسيان قالوا غيبة القلب عن الشيء ويحتاج إلى تحصيل جديد. وعندنا سهو في الشيء وسهو عن الشيء، انتبهوا لهذه الألفاظ. السهو في الشيء ليس مذموما، والسهو عن الشيء مذموم. ما الفرق بينهما؟ أن السهو في الشيء ليس مقصودا، وهي اسم السهو في الصلاة. السهو فين؟ ما هو مقصود منه، إنما حصل ذهول فين؟ في القلب. حصل غفلة فين؟ في القلب. شردت عليك شوارد، دخلت عليك خلتك إيش؟ يجيك هذا السهو. طيب، بينما السهو عن الشيء مذموم،
لذلك ربنا عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم في صلاة عن إيش؟ الله عن صلاتهم ساهون، يعني أنه يتعمد أن يسهو ويترك ويغفل ويذهل عن إيش؟ عن الصلاة. وضحت يا مشاك؟ وضحت السهو في الشيء وسهو عن الشيء؟ السهو في الشيء ليس مذموما لأنه ليس من قصدي، ماني قاصد أنا، إنما السهو عن الشيء هذا مقصود، إنه يبغى يصلي يسمع الأذان ما هو رايح. لذلك ربنا عز وجل، لذلك يا أخواني الشيخ بن باز سأل واحد قال يا شيخ أريد كتاب تنصحني بقراءته، قال عليك بالقرآن، عليك بالقرآن، قال أبغى كتاب كده يطور كده المهارات، عليك بالقرآن، أي شيء تحتاجه يا أخواني عليك بالقرآن. إذا أردت الدنيا عليك بالقرآن، أردت الآخرة عليك بالقرآن، أردت الغنى عليك بالقرآن. أحد الناس من الآن من المشايخ المشهورين كان مغمورا ما له علاقة بالقرآن، يعني زيه زي أي إنسان، فرآه والده يوما يحمل معه كراريس وكذا، قال له وين رايح؟ قال راح أتعلم إنجليزي. هو أبوه من أهل القرآن ما شاء الله، ورجل صاحب أموال، قال له يا ولدي شايف كل بيوتنا هذه وكل أموالنا دي جبناها بالإنجليزي، إحنا جاتنا بالقرآن، رزقي من الله ساق الله لنا. قال له يا ابني تبغى الغنى؟ قال له طب ايش تبغى انجليزي ليش؟ قال عشان اتوظف ابوي كده يشوف لي وظيفه ويجيني فلوس. قال له اذا اردت الغنى عليك بالقران. يعني الان ايها الكرام الفضلاء عنده القراءه العشر وسجل المصاحف وامام ومحكم عالمي في مسابقات القران، هل معنى ذلك انك انت معناها ما نتعلمش انجليزي؟ انا اخوي الحمد لله عندي انجليزي وفرنسي والماني، اللهم لك الحمد. نحول المحاضرة كلها بالإنجليزي تبوها ولا بالفرنسي؟ ولا فهمت؟ ولا كمان بالأردو كيف عليك؟ لكن أنا ما تفهم كلامي فهما خاطئا، أنا أريدك أن هذه الأشياء لا تشغلك عما خلقك الله إليه، فإن جعلت وقتك كله للقرآن فتح الله عليك في كل العلوم الأخرى. ما أنا درست الهندسة وماجستير ماستر دبلوم ان سول فيزيكس من جامعة الخرطوم، أعرق جامعات العالم، الكلام معروف، وبعدين درسنا العلوم الشرعية إلى غير ذلك. فالشاهد أيها الكرام الفضلاء نقول هذا حتى لا يفهم واحد من الناس يقول لك شوف الشيخ بيقول، لا لا نقول ذلك، لكن نقول أخي الحبيب مقصدك لا يكون أنك أنت تقبل على هذه الأشياء وتترك إيش ما خلقك الله عز وجل من أجله وكفاك مؤنته. القرآن دي ما ذكر في ضيق إلا يوسع ولا واسع، عليك بالقرآن تفتح لك كل الأمور التي أنت تريدها، لا تجعل القرآن في وقتك دقائق معدودة وانت على كأنك على الرحضان، لا زمن تبتجلس على تويتر والفيس ومركز في كل تغريدة وكل كلمة وكل كذا، هذا التركيز يكون فين؟ في القرآن. فويل للمصلين الذين هم في ولا عن؟ عن هذا المذموم. أما سهوك في الصلاة الله عز وجل ما ذمك في ذلك، لكن ماذا قال لك ربك؟ قال لك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ركز خاشعون، ركز في صلاتك، ما لا تجعل السهو يتسلل إلى صلاة. طيب فإن تسلل قدر الله ما شاء فعل نعالجه إن شاء الله عز وجل. فقد سهى النبي رحمة بالأمة من الله عز وجل كما مر معنا زيادة من ركعتين سلم، حديث ابن بحينة في الصحيحين، من ركعتين آسف قام لثالثة، ومن ركعتين سلم حديث ابن بحينة في الصحيحين ذي اليدين، وقام لخامسة كان في حديث نسعود أيضا فين في الصحيحين. ليه؟ لكي يأتي باب السهو خفف عن الأمة. توقع لو ما كان في سهو كيف تكون حياتنا في صلاتنا؟ ولا ينجو من السهو أحد، ولا ينجو من السهو أحد، حتى تعلموا أن الله عز وجل لما قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا هو الحرج، الله رفع هذا الحرج عن هذه ليش؟ عن هذا. والشيخ بن عثيمين يقول والفرق بين السهو والنسيان أن السهو غفلة وذهول، وإذا ذكر لم يتذكر، والنسيان غفلة وذهول، وإذا ذكر تذكر، وإذا ذكر ماذا؟ تذكر. فيقولون مثلا كل ذاهل الناس وليس كل ناس إيش؟ ذاهل، أو العكس. نعم أعيد من البداية. فضيلة قال ويشرع سجود السهو، هذه اللفظة عند الفقهاء لما يقول لك يشرع تدل على الوجوب والاستحباب،
الأصل في لفظة يشرع أنها دلالة على الوجوب والاستحباب. فلما يقول لك مثلا يجب يشرع التيمم، معناها يجب التيمم ويستحب التيمم إذا كان لعبادة واجب أو لعبادة إيش مستحبة في انعدام الماء أو لعذر يصيب عند التيمم، وقد مر وفصلنا في كلام التيمم هنا. طب هل الإباحة تدخل فيه؟ نقول نعم. فإذا كلمة يشرع تدل على الوجوب والندب والاستحباب والإباحة. مثال ذلك لما نقول ويشرع الوكالة، معناها الوكالة إيش؟ مباحة. هذا معنى وتشرع الوكالة، عكس إيش؟ وتمنع الوكالة، معناها هذه الإباحة. إذا كلمة يشرع هنا تدل على الوجوب وتدل على الاستحباب وتدل على إباحة. على الإيش؟ على الإباحة. نعم. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. ممتاز، وضحت الآن؟ الزيادة أن تزيد في الصلاة شيئا أو أن تنقص منها شيئا، وأن الشك عدم ترجيح شيء على شيء. فالزيادة إما أن تكون في ركن أو في واجب، والنقص أيضا إما أن يكون في ركن أو في واجب، والشك إما أن يكون في ركن أو أيضا في واجب. أما في السنن إن حدث مثل هذا فلا يشرع فيه سهو، وإلا لو كان كل زيادة في سنة من سنن الصلاة أو كل نقص في سنة من سنن الصلاة سيدنال السهو. ها؟ والله معناه حياتنا لن نتوقف عن السهو في حياتنا كلها، لأن الرفع هذا في سنة، صح ولا مو؟ لا ما رفع يزيد للسهو، معناه تلقى كل حياتك أنت فين؟ هذا ما جعل عليكم في الدين من إيش؟ هذا لرفع ليش؟ ليرفع ماذا؟ ليرفع عنك الحرج، ليرفع عنك الحرج. فجعل في السنن، لا في السنن جوازه وليس لا استحبابه ولا وجوبه كما عندنا. تفضل. لزيادة ونقص وشك. قلنا في الزيادة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن مسعود لخامسة، فسجد بعد إيش؟ بعد السلام. ولنقص لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من اثنتين في ظهر أو عصر في حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين، وسلم بعد الصلاة بعد السلام أيضا. والشك لما النبي صلى الله عليه الشك في سلم من اثنتين هو شك ونقص أيضا، لكن هنا كان شك لأن النبي ما كان عارف أقصرت الصلاة نسيت، لا قصرت ولا نسيت، إذن حصل له إيش من النبي؟ إن النبي شك عليه الصلاة والسلام. ومن نقص في حديث عبد الله بن محيلة لما قام لثالثة ولم يسجد ليش؟ ولم يجلس للتشهد الأول، هذا يسمى إنه إيش؟ أنقص واجبا، فسجد قبل ماذا؟ قبل السلام. ومن هنا يا كرام المذهب أن السهو سجوده كله قبل السلام، هذا المذهب. لكن الأهل العلم يفصلون، احفظوها معايا بهذه الصورة. نقص قبل، ما الحرف المشترك بين نقص وقبل؟ أحسنتم. إذا النقص كله إيش؟ قبل. ليه؟ ليكون قبل لأنه شيء ناقص نبغى نكمله قبل ما ننصرف من إيش؟ من الصلاة. زيادة بعد، ما الحرف المشترك؟ الدال. فكل زيادة بعد. والشك أيضا يكون ماذا؟ يكون بعد. الشك أيضا يكون إيش؟ بعد، زي ما حصل في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، في قصة ذي اليدين. فالشك تبني على اليقين وهو الأقل، لترغم أنف إيش؟ لترغم أنف الشيطان. نعم. قال رحمه الله لا في عمد. لا في عمد يعني من تعمد ترك واجب أو فعل أو زيادة واجب أو ترك ركن أو زيادة ركن، أيها الكرام الفضلاء، فإنها تبطل صلاته، لأن احنا قلنا السهو ذهول وغفلة. لكن من تعمد في الأركان والواجبات نقصا أو زيادة هنا تبطل إيش؟ الصلاة. هنا تبطل صلاته، لا يكون ليه؟ لأن هذا ليس سهو، العمد ليس إيش؟ سهو. السهو غفلة والعمد قصد. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده. وهو واجب لما تبطل الصلاة بيش؟ بتعمده، يعني بتعمد ماذا؟ ترك الواجب. أيوة، ترك أو زيادة. نعم. وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ممتاز. إذن من ترك ركنا سهوا أيها الكرام الفضل، ولا من تركه واجب بطلت صلاته خلاص، يستأنف من البداية. لكن من ترك ركنا سهوا، هذا له حالات. يعني مثلا لما أقول إنه الآن ترك السجود الثاني في ركعة ثم قام إلى منتصبا قائما، فإن لم يشرع في الركن الثاني اللي هو قراءة الفاتحة فإنه يرجع إلى إيش؟ ويأتي بهذا الركن ويسجد بعد ذلك. لماذا؟ للسهو قبل السلام، لأنه نقص. هذه الحالة الأولى، إن ترك ركنا ولم يشرع فين؟ في الركن الثاني، ولم يشرع في الركن الثاني. طيب، إن ترك ركنا وشرع في الركن الثاني، خلاص شرع في إيش؟ في القراءة، فهنا خلاص يبقى الركعة الأولى كلها قد ذهبت وبطلت، والركعة الجديدة تحل إيش؟ محكانها، ويسجد بعد ذلك. لماذا؟ للسهو. طيب، في الوقت بعد مثل الآن التشهد الأول، قالوا فإن فك العقال، يعني رفع إيش؟ الركبتين عن الأرض، فك ماذا؟ فك عقاله، فتذكر أو سبح له قبل أن يستتم واقفا، فهنا يرجع ثاني، يرجع إيش؟ يرجع مرة أخرى. وضحت؟ يعني مثلا الآن هو هكذا، هو الآن هكذا، فهو بدأ هكذا، لكن إذا استتم واقفا خلاص ما في داعي. تلي بعض الناس جالس يسبح، والمسجد كله تحول إلى حالة من إيش؟ يعني أصبحنا حالة من الحراج. انتهى العلم. طيب، ترى يا أحباب، الناس دي لو تعلمت ما سوت كده، خلاص استتم انتهى. ليه؟ لأن هو انتقل من ماذا؟ انتقل من واجب إلى ركن. القيام الآن أصبح هنا ركن، هنا الآن، فلا يرجع من الأعلى إلى ليش؟ إلى الأدنى. فانتهينا خلاص، سيب، خليه يكمل الآن. فلذلك لدرجة أن بعض أهل العلم قالوا طب لو استتم واقفا ورجع، هذا قول عند بعض أهل العلم أنها تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه رجع من أعلى لأدنى، من ركن إلى واجب. فلذلك هذا الباب، وفي رسالة جيدة للشيخ بن عثيمين اسمها عن السهو، ينبغي أنها تقرأ على جماعة إيش؟ المسجد، على أساس يتفقه الناس في هذا، لو تقرأ مرة واثنين وثلاثة حتى يعقلها الجميع. نعم شيخ، أحسن الله لكم. في الحالة الأولى هل يشرع في سجود السهو؟ أيوة، هذا واجب ترك، بيكمل. لم يستتم قائما. أيوة نعم، لم يستتم. أيوة، وعليه سهو. السهو قد حدث. نعم. قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. الله أكبر، أرأيتم هذا الكلام؟ الآن مثلا قرأ فاتحة بين السجدتين عمدا، ولا تبطل بإيش؟ بتعمده، أن يأتي بشيء من أعمال الصلاة في غير محله، كمن أتى بقراءة لقرآن بين سجدتين مثلا. وضحت هذا الآن؟ إذن هو أتى، ولا هو القرآن يقرأ فين؟ يقرأ في القيام، فهو أتى به في غير محله. قال بعض أهل العلم تبطل عمدا، من أتاها به عمدا، ومنهم من قال لا تبطل. لماذا؟ قال لأن هذا أصلا هو، هذا كله من أفعال إيش؟ الصلاة، لم يأتي بفعل خارج من أفعال ماذا؟ الصلاة، لا تبطل بذلك. ولكن كل ما هنالك أنه أتى به في غير محله.
ففي الحالة هذه يكون له سنة. ومن هنا قلنا احنا يا كرام يا فضلاء قلنا كلمة يشرع هذه يدخل فيها الوجوب والاستحباب والجواز. طيب نضرب مثال، مثلا إنسان جزاكم الله خير أتى بتسبيح يعني سبحان ربي العظيم في مكان سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى مكان سبحان ربي إيش العظيم إلى غير ذلك. هذه تعتبر هذه الآن التسبيح هنا عندنا في المذهب واجب، يبقى هنا في الحالة هذه إن تعمده فإنه تبطل به إيش صلاته. لكن إن وقع منه ذلك ذهولا ففيه ماذا؟ ففيه سجود السهو. طيب إن أتى كما قلنا بذكر قرآن بين السجدتين، ولا التسبيح بين السجدتين، هذا ليس بيش، هذا سنة وليس بيش رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني واجبرني. أعد هذه اللفظة مرة ثانية لكي يعقلها الشباب. قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير، يعني سجود السهو هنا سنة لمن يأتي بقول إيش مشروع، يعني من أقوال الصلاة قرآن تسبيح في غير ماذا؟ في غير محله الذي شرع له، في غير محله الذي إيش شرع له، ولا تبطل به الصلاة وإن تعمده. نعم، لكن في المذهب هذا المذهب ولا تبطل به الصلاة وإن تعمده، ولا تبطل بتعمده. أيوة، ولا تبطل به الصلاة وإن تعمده، إن أتى بقول مشروع في غير محله. نعم، ومباح لترك سنة. الله، أرأيتم ومباح. إذن هذا لما قال يشرع تكلم على ما كان واجبا وما كان سنة، يعني هنا مستحب. قال والأخيرة هذه ومباح لماذا؟ لمن ترك سنة في الصلاة. والإباحة هو ماذا؟ هو استواء الطرفين، تفعل أو لا تفعل. وقلنا ومن هنا خرجنا بكلمة يشرع أنها تفيد إيش؟ الوجوب والاستحباب والإباحة. وإلا والأصل فيها أنها للوجوب والاستحباب، وإلا لو كان أنه، ولذلك انظر إلى دقة ألفاظ الفقهاء، ما قالش ويستحب لترك سنة، قال وإيش؟ ويباح. لأنه لو كان على وجوبنا أو على استحباب تجد أننا كلنا بلا استثناء لا يتخلو صلاتنا من إيش؟ من سهو لمن يترك فيها ماذا؟ لمن يترك فيها سنة. نعم، قال رحمه الله ومحله قبل السلام ندبا. مندوب يعني مستحب. هذا المذهب يا شباب، احنا قلنا هذا المذهب حرروا هالمذهب الأمر أن سجود السهو مذهب الحنابل، يعني هذا الكتاب هو من إخصار المستصرات في مذهب الحنابل، أخصر كتاب في مذهب الحنابل على قول واحد، ما قال لك وفي رواية، عرف معناه ده يبقى يكون على إيش؟ على قولين. ولذلك تب مستحب ندبا من المندوب. ما أحكام التكليفية خمسة، أمر يفيد الوجوب فإذا صرف أو صارف كان مندوبا أو مستحبا، هذا الثاني، ونهي يفيد التحريم فإن صرف أو صارف كان مكروها، ولا أمر نهي ولا أمر عليه ولا نهي، فهذا هو المباح. هذه الأحكام التكليفية ليش الخمسة، واجب مستحب أو مندوب، محرم أو مكروه ومباح. وضحت هذه الأحكام التكليفية إيش الكلام. وهنا ندبا على المذهب الآن في القول، اللي في قول ثاني زي ما فصلنا آنفا. لذلك قلنا لما تبدأ أنت في دراسة المذهب تبدأ بهالكتاب أقصى المختصر، تبدأ بهذا الكتاب أقصى، وبعدين تكمل إذا حبيت كافي المبتدي، لأنه اختصر من كافي المبتدي، وبعدين إذا أحببت تكمل تأخذ دليل الطالب، وبعد ذلك إذا أحب تأخذ عمدة الفقه، وبعد ذلك إذا أحب تأخذ المقنع، بعدين تأخذ الكافي، بعدين تأخذ المغني، المغني اللي نايمين صحيوا. طيب المغني، ما واحد قال وهذه قرأ في كتاب المغني، قالوا لا يا ابني اسمه المغني، وبعدين واحد قال هذا قرأ في كتاب زاد المستنقع، قالوا يا ابني زاد المستقنع، زاد المستقنع وليس المستنقع. زي جمعهم. ايوه زي جمعة ابو عبد الله البخاري، مش عارف انه هذا جمعه هو ابو عبد الله ايش البخاري، ففهمتوا يا مشايخ؟ طيب فين زاد المستقنع هنا؟
زاد المستقنع هنا ممكن يكون بعد ايش دليل الطالب. هذه ترتيبات المذهب الحنبلي من الاقصر الى الاوسط الى المطول. وضحت مشايخنا بهذه المنهجيه تكون فهمنا نعرف ما كان على قول وما كان على قولين وما كان على اكثر من 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 قولين. هذه اللي تحرروه اذا حفظت هذا انت حفظت كذا المذهب على قول واحد خلاص. لذلك ما تجده يقول لك في روايه خلاص. اذا على المذهب اذا جعلت السهو كله زيادته ونقصه وشكه قبل السلام الله يوفق ما في شيء ما عندك حق ما في حق. نعم منهم من احنا فصلنا منهم من قال كله بعد السلام ومنهم من فصل قال ما كان نقصا قبل وما كان زيادا بعد وما كان شكا بعد. وضحت هذه؟ لكن هنا على المذهب ان كل السهو بانواعه الثلاثه الشك والزياده والنقصان كله يندب قبل ايش؟ السلام. اللي ذكرناه انفا اللي هو النقص قبل والزياده بعد والشك بعد. نعم قال وما لان هذا اللي فعل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قلت لكم النبي السهو جاء منه ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام لحكمه تشريعيه. ما كان منه لما قام عليه الصلاه والسلام من اثنتين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا في الصحيحين وبعد ذلك سجد للسهو قبل ايش؟ السلام. فهذا كان من النبي عليه الصلاه والسلام ماذا؟ نقص. حديث عبد الله بن محينا وما كان منه من شك في قصه ذي اليدين حديث ابي هريره في الصحيحين وما كان منه من زياده لما قام لخامسه في حديث ابن مسعود ايضا فين؟ في الصحيحين. لما حصل الشك سلم بعد السلام سجد للسهو بعد السلام ولما كان منه زياده ايضا سجد بعد ايش؟ بعد السلام. نعم. قال ما تفضل. وفي النقص حديث عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. النقص حديث عبد الله بن بحينه لما قام من ركعتين ولم يجلس للتشهد الاول. نعم. الحين اذا ترك ركن وقام للي بعد يقول تقدر ركعه الاولى. اذا قام للي بعده هو لا يشرح في قراءه. اي. اذا لم يشرح في قراءه يرجع. اذا شرح في القراءه الفاتحه خلاص يستتم وتلغى الركعه اللي راحت. الركعة التي هو فيها الآن تقوم مقامها ويبني عليها. يعني يعتبر الركعة اللي قامها تعتبر الثانية ولا الأولى؟ إيه حسب ما هو بيصلي. وممكن يكون حدث له ذلك ورفع الركعة الثالثة. فتصبح الثانية. نعم وهكذا ويبني عليها. وضحت؟ إي. قال ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة ذي اليدين لأن النبي سلم بعد إيش؟ سجد للسهو بعد السلام. نعم فسلم ثم سجد للسهو. وطبعا للسهو سجدتان ننتبه لهذا رعاكم الله. لا تشهد فيهما. يسجد سجدتين ماذا يقول فيهما؟ يقول ما يشرع في السجود من تسبيح الله سبحان ربي أمر معنا أقله واحدة وأوسطه ثلاثة وأتمه عشرة وأيضا سيد وجد الذي خلقه وصوره ويدعو قبل أن يستجاب لكم ثم يجلس ثم يقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني ثم يسجد سجد ثاني ثم يجلس ثم يسلم ما في تشهد. نعم شيخنا بعضهم يكون متوركا فإذا سجد يرجع مفترش. نعم. هذا من فقهه هذا من الفقه لان بفضلتكم الجلسه بين السجدتين هي ايش؟ هي الافتراش وليس التورك صح هذا فعله صحيح. اي صحيح فعله صحيح بين السجدتين السهو. ايوه حتى في السهو لانه في النهايه هو في هيئه بين ايش؟ بين السجدتين فترجع للاصل. نعم فاذا سجد فاذا بعدين جلس الجلسه الاخيره منه يسلم يرجع ايش؟ يتورك. اي شغل الاخير الان قلت واتمه عشر. ايوه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ايوه نعم ايوه. قال رحمه الله الا اذا سلم عن نقص ركعه فاكثر فبعده ندبا. فبعده ندبا يعني استحبابا وان فعله قبل ما في حرج. ما قال فبعده وجوبا لان لو كان واجب ياثم لو جعله لكن لما قال ندبا دلاله انه يستحب له ذلك فان فعله على غير هذه الصفه وجعله قبل السلام صح منه الحمد لله. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. وإن سلم من صلاته قبل إتمامها
عمدا بطلت صلاته. نعم. وسهوا فإن ذكر قريبا. رأيتم هذا الكلام؟ يعني هو جالس الآن بيصلي الظهر ففي الركعة الثالثة تعمد عياذا بالله أنه هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، نقول له صلاتك كلها باطلة. هنا ما في سهو، نعم صلاتك كلها باطلة، أو زاد ركعة أو أنقص سجدة عمدا، نقول له صلاتك لأنك أنت تعمدت وقصدت لذلك، فتعامل بخلاف مقصودك، فصلاتك كلها باطلة. تعيد من إيش البداية؟ أعيد فضيلتك. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا. وإن سلم من صلاته قبل إتمامها، يعني قبل إتمام صلاته متعمدا ذلك، وإلا السلام يكون بعد ركعتين من ظهر، صح؟ بعد ركعتين من فجر، وبعد أربع من ظهر وعصر وعشاء، وبعد ثلاث من مغرب. راح هو أخونا في الله صلى الفجر ركعة واحدة وسلم، أوتر بدري، أو صلى الظهر الثلاث وسلم عمدا، نقول صلاة كلها باطلة، تعامل بفاسد مقصودك. تعيد من البداية وتتوب إلى الله عز وجل من هذا. وإن قال وسهوا فإن ذكر قريبا. الله أكبر. لكن سهوا، وحدث ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، ورجل كان في يديه طول، أو قيل يعني كان يديه فيها طول، فلقب بذلك. وفي القوم أبو بكر وعمر لم يتكلم هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام هو يا رسول الله، شوف الأدب، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني في نزل عليك تشريع أن خلاص الصلاة تصبح خصر الرباعية الظهر أو عصر، قالت ولا حصل لك نسيان؟ قال لا قصر. وشوف يقول لك سبحان الله في الصحيح، النبي قام على عند الجذع كالمغضب. قال الحافظ بن حجر والطيبي وشيخ الإسلام وغيرهم قالوا سبحان الله، غضب لأنه لم يسترح قلبه ولم تقر عينه، وقد جعلت قرة عيني في الصلاة لنقص حصل في الصلاة وإن كان قد سهى عنه. ومن فوائد ذلك تجد القلب لما يكون معلق بالرب عز وجل، لما يحدث لك شيء وإن لم تكن قاصده لا تطيب نفسك بحدوثه، وانت ما قاصده تحس ان في ايش، ان ثمة خلل هناك، مع انك انت لست فيه متعمدا، لكن تحس انك انت تقول قلبي ما مرتاح، في شيء ناقص. هذا الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو الذي وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، قام قل مغضب على الجذع عليه الصلاة والسلام إرهاصا بان في شيء. فالنبي ما زال النبي في سهو عليه الصلاة، قال ما قصرت الصلاة ولا نسيت. فهنا فصل، قال لكنك صليت يا رسول الله إيش ركعتين. النبي ما زال لحكمتين يعلم الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، قال أو كما يقول ذو اليدين، ليس تهمة له، لكن من باب إيش المسألة في الصلاة نبغى نتيقن الموضوع هذا صح. قالوا نعم يا رسول الله كما يقول ذو اليدين. مباشرة قام عليه الصلاة والسلام وكبر وأتم وسلم وسجد للسهو، وسجد للسهو بعد إيش؟ بعد السلام، ليكون هذا التشريع للأمة جميعا. وهذا نعيد فضيلتك. قال وسهوا فإن ذكر قريبا ذكر قريبا، قالوا ذكر قريبا يعني الفاصل ليس طويلا، وهذه مسألة في عرفية، هذه ترجع للعرف، وإلا الآن في حوار هنا صار ما بين إيش، هذا كله يعتبر فاصل ليش للصلاة، فاصل في الصلاة، لكن لا يعتبر طويل، لكن كله حوار قد حدث. الجمل نحن قلنا دي كلها حوار، قصرت يا رسول الله أم نسيت؟ لا قصرت ولا نسيت، إنك صليت ركعتين كما قال يا نعم، هذا كله حوار. وهذا فيه لطيفة وفائدة، أنه إذا كان الكلام، وهذا كلام خارج الصلاة ولا لا، لكن في مصلحة الصلاة فلا تبطل به الصلاة. حدثت مرة للشيخ بن باز في صلاة سرية، قام لخامسة وسبحوا له قالهم قوموا نسيت الفاتحة. هذا كلام من أجل مصلحة إيش الصلاة،
قالوا لا يبطل الصلاة. الحوار هذا كله حصل لمصلحة إيش؟ الصلاة. وإلى الكلام خارج الصلاة فإنه ماذا؟ هيمر معنا الآن. بل لو تنحنح بحرفين أو قهقه فظهر منه حرفين أو بكى من غير خشية الله فذكر منه حرفين بطلة الصلاة. نعم. في واحدة مرة صلى نقص ركعة وسبحوا له ما عرف، فواحد من المؤمنين قال له إنها صحيح ما في حرج، إنها الخامسة، إنها الرابعة ما في حرج. هذا كله من أجل مصلحة الصلاة. أيوة ما في مانع. كله من أجل مصلحة الصلاة لا حرج فيه. نعم. والالتفات في الصلاة يا شيخ. الالتفات في الصلاة إحنا مرة معنا طبعاً. إحنا مرة معنا ذكرنا هذا في المجلس الماضي في مسألة الالتفات إلا لحاجة. مثل ما حصل من الشيخ الحذيفي في المدينة، لأنه في حافظ اسمه الفاتح الذي يقف خلف الأئمة ليفتح عليهم إذا حصل منهم ذهول أو نسيان في الآيات في القرآن، حتى لا يصبح المسألة يعني هذا من هنا وذا من هنا وذا من هنا، شيء يكون مرتب. مع أن وراء مين؟ الشيخ الحذيفي. ومع ذلك أدبا لهذا الذي هو هذه وظيفته، هنا التفت لمصلحة الصلاة، هل هو موجود ولا أفتح أنا؟ شوف الأدب. مع أن الشيخ الحذيفي شيخهم كلهم هذول وكلهم قرأوا إيش عليه. وتجد بعض الناس الآن يجي الصلاة يقول لك الرب يغلط الإمام بس عشان يبين نفسه أن الولد إيش حافظة الدنيا الآن وعنده هو. وتجد بعض الناس كده يرد بغل، تحس أن طالع كده الرد بإيش بغل، لا بغل ما هو ممكن بصوت عالي عشان يسمع عليها ما في عرج، لكن تحس أن الرد طلع بغل كده زعلان. أيوة زعل، فهمتني؟ يعني بغل كده على الإمام. يا شيخ طيب في الإمام وقف وذول سجين ما سمعوا، ما سمعوا إيش؟ ما سمع الإمام يوم قال الله أكبر. أي. هذول سجين، جاء واحد دخل قال قوموا الشيخ واقف أنتم. جزا الله خير، هذا من باب التعاون يعني على البر والتقوى. طيب الساجد يقول ما حد قائم لأن الشيخ يقول الله أكبر يعني. لا الشيخ قال بس هم ما سمعوا. أيوة لا جزا الله خير اللي قالهم قوم. أحسن نعم أحسن. أي نعم. قال وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. فإن ذكر قريبا، فإن ذكر السهو الذي حدث منه قريبا أتمها، أتم صلاته وتدارك سهوه وسجد. نعم. وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. أيوة لما حصل اللي هو الانفصال هذا، يعني مثلا قام سلم من ركعتين، سلم من ركعتين وأحدث والصلاة لسه باقي إيش ركعتان، فهنا الصلاة كلها بطلت، يروح يتوضأ ويعيد من البداية. طيب إذا سلم وقهقه فبان حرفان كما قال فهنا بطلت، تعيد من ليش من البداية. هذه أشياء تبطل بها ماذا الصلاة، كمن تنحنح فظهر منه حرفان أو قهقه ضحك القهقه الضحك مع الصوت فبان منه حرفان، أو بكى من غير خشية الله. أيوة كيف يعني بكى من غير خشية الله؟ يعني مثلا سبحان الله تذكر شيئا في صلاته، مثلا وفاة مرت آية في المول فتذكر وفاة أبيه فبكى، هذا من غير خشية الله. أو مرت آيات عن الظلم فتذكر أحد الناس قد ظلمه في أمر فبكى، هذا من غير خشية بأمر دنيا ليس من غير خشية إيش من غير خشية الله. فبان منه حرفان أف أو أح أو شيء من هذا بطلت إيش بطلت صلاته. أما إذا كان البكاء من خشية الله عز وجل فهذا لا يبطل ماذا صلاته. نعم. أي نعم من خشية الله ليس للدنيا، أن يبكي الإنسان من خشية الله لا يجعلها للدنيا. وهذا قال يعني قال هذا ورد عن النبي وعن غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال رحمه الله وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. كالقهقهة والحدث في صلب الصلاة يبطلها
فكذلك إن سلم من سهو فحدث له ذلك فإنه أيضا يبطله. نعم. قال رحمه الله: وإن نفخ، وإن نفخ في الصلاة، فظهر منه حرفان. قالوا ليه حرفان؟ بعض الناس يقول لك ايش هذا الفقهاء؟ قالوا لأنه يعدونه كلاما في غير من غير الصلاة، وكل كلام النبي مش قال إن هذه الصلاة، حديث معاوية بن حكم السلمي في الصحيح لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من ايش؟ من القوم، فحمد الله فشمته يعني ضربوا له على أفخاذه، فقال واثك لأمي، فزادوا له ضربا على ايش؟ على قال: فلما قضيت الصلاة ما وجدت خيرا منه معلما ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. فمن هنا قالوا فإن ظهر منه حرفان، لأن أقل الكلام يتكون من إيش؟ من حرفين. عرفتم الآن كلام الفقهاء بيكون له معاني ومغزى ومقاصد، لكن الجهال هؤلاء تجدهم يثربون ويهرفون بما لا يعرفون، لكن لو فهموا الشريعة ودرسوا وتعلموا يزول عنهم كثير من الجهل والجدال. نعم. وإن نفخ وانتخب لا من خشية الله. أيوة. وانتحب ولا وانتخب؟ وانتحب. أيوة أحسنتم. أو انتحب. أيوة يعني أصابه النحيب والبكاء، لا من خشية الله، لا من خشية الله، يعني لكن إن كان من خشية الله فإنه لا يبطلها. نعم. أو تنحنح بلا حاجة. أيوة. أو تنحنح بلا حاجة، يعني الإمام بيصلي فجالس أخونا في الله يتنحنح، يقول له أنك أنت إيش طولت شوي. يحدث هذا من بعض الجهلة ولا لا؟ يحدث طول الصلاة جلس يتنحنح لين طفش الإمام، فنقول له أحسن الله عزاك في صلاتك فقد بطلت صلاتك. نحنح هذه لها النبي، تقول عائشة وقد كان يتنحنح لها في الصلاة أحيانا عليه الصلاة والسلام إذا كان في حاجة من هذا، أما بدون حاجة وللتثريب وأذية الإمام والمصلين هذا تبطل صلاته. في فرق بين الفريضة والنافلة؟ الأصل في الصوت والتحريك لديه، هل النفس استوى في الفريضة؟ كل ما ذكر في الصلاة استوت فيها الفريضة والنافلة إلا ما دل الدليل على خصوص أحدهما دون الآخر، فكل هذا يدخل في الجميع فريضة ونافلة الذي ذكر آنفه. نعم. أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. شفتم هذه كلها تدخل فيما يفسد الصلاة، مرقمة عندكم في النسخة صحيح؟ نعم. لا غير مرقمة، احنا نرقمها. يرقمه. نعيد ثاني لكي يرقم الشباب. قال وإن نفخ. واحد. نعم. أيوة. أو انتحب لا من خشية الله. اثنين. لا. أو تنحنح بلا حاجة. هذه ثلاثة. نعم. قهقه مرت معنا. لا لا بس فبان حرفان بطلت. لا قبل من قبل نرجع من قبل. من قبل من أول القهقه. هذه ثانية شيخ. ها؟ هذه قبلها. أو شيء من أول. من أول فوق جاتكم الله خير. من أول أحدث. أيوة أحدث أو قهقه فضلتكم نعيد من فوق إحنا. وسهوا في فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. أيوة. قال وإن أحدث. أيوة. القهقه بطلت. اثنين. أيوة. كفعلهما في صلبهما. أيوة. وإن نفخ. ثلاثة. أو انتحب لا من خشية الله. أربعة. أو تنحنح بلا حاجة. خمسة. فبان حرفان بطلت. خمسة أحسنتم. نعم. هذا الفاصل الشيخ أنا أدل على ماذا جملة جديدة شيخ. أيوة فاصل. نعم، لكن إحنا نبغى نوضح أن إيش أن الأشياء التي تبطل بها إيش تبطل بها الصلاة. نعم. هذه الصدق يا شيخ. المرأة هي التي تصفق في الصلاة. أيوة. المرأة إذا سهى الإمام صفق سبح الرجال وصفق النساء. نسيت حاجة تسبح الولد ولا شيء كذا. ما في معنى، لا حرج. شيء ضروري. ما في حرج. نعم. ما في حرج. تتابع ثانية. الحين في التتابع ضل حرف. كذا. ود حرف ود. لا هنا انتبه حتى لا يصدر منه حرفان فتبطل. لا. طيب ود. لا لا هو إن النبي وضع في آداب التثاؤب قال إذا تثاؤب أحدكم فليكظمه ما استطاع، فإنه إذا قال ها
قال شيطانها ضحك النبي ضحك الشيطان عليه نعم فليكظمه ما استطاع نعم ولذلك هذا اللي احنا بنقوله انه مثل هالكلام يا كرام يا فضلاء يقرا على جماعه المسجد ليتعلم الناس. وقلنا هناك في كتاب جميل اسمه الاداب للشلهوب انا يمكن قراته قبل كم 20 سنه كتاب جميل وكتاب رائع وماتع كل ما فيه. قال الله قال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ابن باز قال ابن عثيمين قال الالباني قالت اللجنه الدائمه جمع جميل قرابه 20 ادب من الاداب فيها ما تفضلت بذكره آداب العطاس آداب التثاؤب آداب السلام آداب دخول المسجد آداب النوم. هذا كتاب جدا رائع رعاكم يعني. إذا أخطأ الرجل في القراءة والمرأة تقول تصفق ولا ترده؟ المرأة لا تصفق النساء ويتكلم الرجال وأخطأ في القراءة حتى لو أخطأ في قراءة وإذا ما جاء مشى مضى مضى. ولذلك هم يقولون والفتح على الإمام مستحب ومندوب إليه ويكون واجبا في الفاتحة أو في صفة واسم من أسماء الله أخطأ فيها أو في إدخال أهل الإيمان النار أو في إدخال أهل الكفر الجنة. هنا يجب أن ترجع إذا فتحت على الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال أصليت ما ناقنا قال ألا أذكرتنيها. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبي لما لم تفتح علي. وسئل الشيخ بن باز قال بعض الأئمة يقولون لا تفتح عليه قال كلا إن أخطأ تفتح عليه ليعلم أنه قد أخطأ ويعلم الناس أنه لا أن هذا ليس من القرآن نعم. فإن فتحت عليه ومضى خلاص اتركه يمضي ما لم يكن في الفاتحة للفتحة ركن. نعم. قال رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. الله أكبر. هذا الذي نحن ذكرنا الآن التحريمة من مقصود بها؟ الله أكبر هي تكبيرة إيش؟ الإحرام. كل ركن يجبر أيها الكرام الفضلاء لكن بالنسبة لتكبيرة الإحرام كلا لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تنعقد صلاة نافلة أو فريضة إلا بتكبيرة إيش؟ الإحرام. فإن نسيها نسي تكبيرة الإحرام وشرع في الفاتحة وكمل أربع ركعات الصلاة كلها باطلة لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا. وإن شك إيش؟ إن شك في ماذا؟ في تكبيرة الإحرام. هنا نقول يبني على اليقين واليقين لا يزول بالشك فإن بنى على يقينه ووجد أنه ماذا؟ وأنه قد كبر فانتهى الأمر خلاص. وإن كان مستمرا في شكه فليرجع لتكبيرة الإحرام مرة أخرى ثم يسجد بعد ذلك لماذا؟ للسهو ليرغم أنف الشيطان. وعليه فإن رجع إلى تكبيرة الإحرام أو أخرى فنقول الصلاة من هنا بدأت. ويعني مثلا نقول إنه في ركعتين في الثالثة شك أنا بدأت الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا ما بدأت بتكبيرة الإحرام فلم يترجع عنده شيء فهناك يكبر ويستأنف وكل ما مضى لا يحسب. هذا خصيصة تكبيرة الإحرام. وننتبه لهذا رعاكم الله أن بعض الناس أحيانا يشتد عنده الوسواس حتى يصبح أمرا صعبا عليه فيلبس ويزعج له ويفسد عليه عبادته وصلاته. ولذلك ترك الوسواس علاج الوسواس. ننتبه لهذا ترك الوسواس علاج الوسواس. وحكى لي بعض الناس قصص من الوسواس من الأمر العجب العجاب. أحدهم يبكر إلى المسجد قبل الفجر بساعتين وجالس في الحمام أكرمه الله لا يخرج إلا بعد أن تنقضي الصلاة. الله يشفي كل مريض. ولذلك لما تتأمل في سورة الفلق والناس تجد أن في سورة الفلق نزه الله نفسه مرة لتستعيذ من إيش؟ قل أعوذ برب الفلق خلاص تنزيه من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لتستعيذ من أربع.
بينما في سورة الناس الله ينزه نفسه ثلاثة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلهية وربية وأسماء وصفات، لتستعيذ من إيش؟ من شيء واحد هو الوسواس، لأن الوسواس إذا دخل في حياة العبد أفسد عليه دينه ودنياه. أي نعم، ولذلك الإنسان دائما يستعيذ من، ولذلك تدخل في الصلاة تقول اللهم أعوذ بك من الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، من همزه ونفثه ونفخه. فلما إذا لابد تنعقد به تكبيرة الإحرام، إذا ما كبر للإحرام ما انعقدت الصلاة، وإن صلى فيها ما شاء الله أن يصلي يعيد من البداية. طيب ما دون ذلك من تكبيرة الإحرام فصلنا ذلك فيما مضى قبل دقائق، تكلمنا في هذا في هذا الركن، فإن لم يشرح في الركن الذي بعده رجع إليه وأتى به وسجد للسهو، وإن شرع في الركن الذي بعده فقد حذف ما سبق ويبني بما تلا، فالركعة اللي قامها تقوم مقام الركعة التي إيش؟ التي مضت، إن ترك فيها سجودا أو ركوعا. نعيد الجملة هذه، ومن ترك ركنا غير التحريم نعم. أركان الركعة كاملة لازم ما تكمل الركعة إلا إذا كملت أركان كاملة. أي نعم، لو ترك سجدة ثم شرع قائما ولم يبدأ بالقراءة نقول له ارجع جيب السجدة، فإن شرع في الركن الجديد وهو القراءة فنقول خلاص يبقى هذه الركعة التي أنت شرعت فيها قامت مقام الركعة الفاسدة التي أنت تركت فيها ركن من إيش؟ من الأركان. لذلك لابد نعرف الأركان والواجبات في سنة الصلاة لنبني عليها أحكام، وأركانه 14 ذكرناه في المجلس الماضي. نعم، ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره، فذكره، فذكر هذا الركن، سجود، ركوع، نعم، قراءة فاتحة، أيوة، بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. إذن في قراءة الركعة الأخرى، يعني كانت ركعة سابقة نسيت فيها أنت سجود، نسيت فيها أنت جلسة بين سجدتين، نسيت فيها ركوع إلى غير ذلك، أو نسيت فيها السجود وقمت ولم تشرع في قراءة، ارجع وأتي بهذا الركن، فإن شرعت في قراءة جديدة فالركن هذه الركعة فسدت وبطلت وقمت مقامها وقامت مقام الركعة الجديدة، وتسجد بعد ذلك لماذا؟ للسهو. نعم، بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، بطلت الركعة المتروك منها الركن، الركعة اللي فاتت كلها راحت. نعم، وصارت التي تليها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. الله أكبر، خلاص الركعة اللي شرع في قراءتها فاتحة وكذا قامت مكان الركعة السابقة الفاسدة. نعم، ويزول للسهو، وقبله يعود فيأتي بها وبما بعده، وقبله يعني قبل أن يشرع في قراءة الركعة ليش الجديدة، هذا معنى قبله، يرجع ويأتي بالركن الذي إيش تركه. نعم، وقبله فضل. إذا ترك ركن من الركعة الثانية وقام الركعة اللي الآن هو فيها يجلس للتشهد، إيه خلاص الركعة اللي هو فيها الآن خلاص فسدت التي سبقت وأصبحت هذه هي الثانية، هاي يجلس للتشهد. نعم، وقبله يعود فيأتي به وبما وقبله قبل يعني يشرع في الركن الجديد، يعود ويأتي بالركن الذي نسيه. نعم، يعود فيأتي به وبما بعده، وبما بعده يكمل بقية إيش الأركان والصلاة. من ناحية الأركان يعود ويأتي، طيب حتى في تكبيرة الإحرام في بعض يقول في تكبيرة الإحرام متى يدرك تكبيرة الإحرام، إذا قرأ الإمام الفاتحة وقبل ما ينتهي من الفاتحة بيطبق الحديث حتى 40 يوم. لاحظ إحنا إيش فضيلتك، إحنا بنتكلم على المنفرد وعلى الإمام، لاحظ هذه الآن أنت مسألة جديدة اللي أنت تتكلم فيها، لكن قلها لنجيبك عليها، تفضل. الآن تتكلم على مأموم جاء خلف الإمام، طيب؟ خلف الإمام. أيوه. تقول لك تكبيرة الإحرام عشان تخش بالحديث 40 يوم. طيب. مثال يدرك تكبيرة الإحرام. هذه مسألة جديدة، أيوه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مختلف في بين التصحيح والتضعيف، منهم صححه الشيخ الألباني قال: من أدرك تكبيرة الإحرام مع إمام 40 يوماً. كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم. هذا هو الحديث. 40 يوما يعني 200 صلاة. 200 صلاة. فإن فاتته في إحداها استأنف وعاد من جديد. قال هنا بما تدرك؟ كان مشايخنا يقولون، هذا كان شيخ محمد الشيخ المختار، يقول تدرك
تكبيرة الإحرام ما لم يقل ولا الضالين، يعني ما لم ينتهي من إيش؟ الفاتحة. قال ثم رجعت ودرست المسألة فوجدت أن تدرك تكبيرة الإحرام ما لم يشرع الإمام في القراءة، فإن شرع في القراءة فلم تدرك تكبيرة الإحرام، وهذا الأقرب إن شاء الله عز وجل، فلم تدرك تكبيرة الإحرام. قالوا فكيف نقول ذلك في السرية؟ في الجهرية عرفنا، مجرد ما يقول الحمد لله رب العالمين خلاص عليكم. طيب في السرية قال بما ما تدركه عرفا، تعرف عرفا إن هذا بدأ ولا إيش، وهذا لا يخفى على إنسان إن شاء الله، وهذا لا يخفى على إنسان. لذلك نقول يا إخوة الأئمة الله يرضى عليكم، يعني كبروا وهدوا شوية ودون دعاء إيش الاستفتاح، فهناك من الناس من تجده يعني باقي له هذا آخر صلاة. هذه قصة حصلت في البحرين، أحد الناس استيقظ لصلاة الفجر والمساجد اللي حوله غلقت، ويسمع إن في مسجد كذا يبطون شوية في الفجر، فأخذ السيارة ومنطلق ما انطلق وقف السيارة وجاري داخل المسجد، رمى حذاء يمين وحذاء يسار، ثم دخل والناس يطلعون في هذا إيش الحذاء اللي بتطير هذا جوة إيش جوة المسجد وكذا يطالعون فيه، وجاي وسبحان الله أقيمت الصلاة وإذا به الإمام يقرأ الفاتحة وينفجر في البكاء، فاجر في البكاء. وبعد ما صلى الناس وخف الناس ذهب له أحد الناس فقال له يعني، قال نعم جئت تسألني عن بكائي يعني، أبشرك ليس بي شيء الحمد لله، لكن هذه قصتي، أنا ماسك حديث 40 يوم هذه مع تكبيرة الإحرام، وهذا اليوم 40 الله، وهذا اليوم 40، وخشيت أن تضيع علي هذه الفضيلة، وهذه قصتي، مسجد اللي حوليها كله راح، وسمعت أن مسجدكم أنتوا إيش يبطي شوي، فلما جيت ودخلت خشيت أن تكون الصلاة غلقت، لما لقيتكم كده يعني متفرقين وكده قلت أكيد الصلاة قضية. قال فما تعرف الفرحة التي ملأت قلبي لما رأيت أن المؤذن يقيم الصلاة. لذلك تعرفون الدورات الآن العسكرية ولا دورات الكمبيوتر ولا دورات التوظيف، يقول لك أقل شيء 45 يوم 30 يوم، فلذلك تجدون يا كرام يا فضلاء القلوب لما تحيا مع الله عز وجل في 40 يوم هذه اللي هي مع تكبيرة الإحرام وصف الأول، من جرب علق يا أخوان ومن ذاق علق، تذوق لذة الطاعة تلقى قلبك يأكلك، لم يمر عليك وقت من أوقات فضائل الأعمال وكذا وأنت كنت فيه مفرط، تمر عليك وقت كذا. لذلك سعيد بن المسيب يقول حدثت له شيء سبحان الله، وكانت بينه وبين أحد الأمراء جفوة، فيعني آذاه، فجاء المسجد والناس انصرفوا، قال بكى وقال منظر لم أره منذ 20 سنة، وقال وما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد وما رأيت قفا مصلي 20 سنة، يعني في الصف إيش الصف الأول، زي ما أهل الكورة تلقاه في الاستاد من قبل المباراة بكم بساعات ويشجع وصوته ما يبح، وإذا فاز الفريق حقه استمر في التشجيع وفي الشوارع وفي الغناء، وتلقاه ما يبح صوته أبدا، بل منهم من تجي سكتة قلبية ويموت لأن الفريق هبط إلى درجة أدنى إلى غير ذلك، والله ما أدرى عنك ما أدرى عنك ذاك، وتجد قلبه لا يتمعر، ضاعت منه تكبيرة إحرام ولا ضاعت منه الصلاة كلها، واهتم بالأمر ولا حرك فيه ساكنا. لذلك هذه قلوب حية، الله يجعلنا لكم من أهل هذه القلوب الحية. نعم. قال وبعد سلام فكترت ركعتين. أعيد فضلك من أول. قال ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع فيها في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة. ممتاز.
يعني حتى لو أنه أيها الكرام الفضلاء هذا الذي من الأركان التي تركها ذكرها بعد السلام كترك ماذا؟ كترك ركعة. مثاله يعني مثلا ذكر أنه ترك ماذا؟ ركوعا أو ترك مثلا سجودا إلى غير ذلك، ذكره بعد أن إيش؟ بعد أن سلم، فهذا كأنه ترك ركعة، يقوم ويجيب إيش؟ هذه الركعة أيها الكرام الفضلاء، ويسجد كما قلنا في المذهب، والسجود السهوي قبل السلام ندبا، خلاص خلي كله قبل إيش؟ قبل السلام. وأصلها حديث ذي اليدين حيث أبي هريرة في الصحيحين، لأن النبي كان قام عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين. نعم. قال رحمه الله: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا. أيوة، الآن ينتقل لأمر يريد في السهو أيها الكرام الفضلاء، لمن قام عن هذا النقص، هذا السهو هنا نقص، اللي هو في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي قام لثالثة من التشهد الأول، ما جلس التشهد الأول وقام عليه الصلاة والسلام، وسجد للسهو قبل السلام، لهذا يعتبر إيش؟ يعتبر نقص. نعم. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا. وإن نهض المصلي إماما كان أو منفردا، ذكرا كان أو أنثى، رجلا كان أو امرأة، حديث عام يا حباب الكرام، هذا يدخل في كل المكلفين، ذكورا إناثا رجالا نساء كبارا صغارا أئمة وأفزازا، أئمة وأفزازا. نعم. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا. أيوة، كل ما قال ليخرج من نهض عامدا، لأن من نهض عامدا وش يصير له؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته، احنا اتفقنا خلاص، عامدا في ركن أو في واجب تبطل إيش؟ الصلاة. في سنة لا، في سنة لا. نعم. لزم رجوعه أيوة. وكره إن استتم قائما، هذا الضابط رعاكم الله، لزم رجوعه ما لم ينفك العقال، يعني ما لم يستتم قائما، يعني ما زال هذا هو الآن يعني بدأ يرتفع ولم يستتم قائما فرجع كله، وهذا مر معنا في صفة الصلاة، قال ويرفع من الركوع حتى يستتم قائما ويرجع كله فقارن إلى مكانه، ما لم يحدث هذا أنه له أنه إيش؟ أنه يرجع، فإن استتم واقفا ما يرجعش خلاص، لأنه لا يرجع من أعلى لأدنى ومن ركن إلى واجب. وحرم وبطل. يا شفت كم عيد بالله، هذه عيدها، شفت المذهب كيف؟ وإحنا قلنا كمان في هذه، وفي رواية لا تبطل، واختار الشيخ بن عثيمين غيره، انظر لكن المذهب هنا الأمر مهم جدا يا كرام، تفضل الشيخ. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. أيوة، أرأيتم؟ فإن شرع في القراءة ورجع حرمت، حرم أنه يرجع، وبطلت صلاته إن رجع. أرأيتم؟ لأنه خلاص قد شرع في ركن، في ركن جديد، وهذا أيضا ذكرناه في من انتقل من ركن إلى ركن، إلى ركن يرجع ما لم يشرع فين؟ في قراءة. إن شرع في قراءة ما يرجعش خلاص. نعيد هذه مرة ثانية. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكل، لزم يعني يجب عليه هنا أن يرجع، لازم يعني يجب عليه هنا أن يرجع ما لم يستتم قائما، ويكره وكره إن استتم قائما. أرأيتم؟ يعني ممكن يرجع لكن يكره له هذا الرجوع إن استتم ماذا؟ قائما. إن استتم قائما، إذن عندنا هنا في واجب، نعم، وفي مكروه وفي محرم، انتبهتم؟ نعم. الواجب ما لم يستتم قائما، يكره إن استتم قائما، يحرم وتبطل به الصلاة إن شرع في قراءة، يعني في ركن جديد. وضعت هنا ثلاث أشياء في المسألة هذه، هذا لمن ترك التشهد إيش؟ الأول ناسيا، فيجب أن يرجع ما لم يستتم الضابط هنا قائما، ويكره له إن استتم قائما، ويحرم وتبطل الصلاة إن قرأ. يعني الآن مثلا
يعني هكذا عشان نوضحها أكثر. يعني مثلا الآن هو الآن لا خلاص يعني مثلا هو الآن هو الآن كان جالس هكذا في التشهد إيش؟ في التشهد الأول، فجاء الله أكبر فالناس سبحت وهو رجع ثاني، هنا يلزم له أنه إيش؟ أن هنا أن يرجع ما لم يستتم إيش؟ قائما. طيب هنا استتم قائما لا والناس إيش؟ يلا سبحان الله سبحان الله ويرجع يكره وإن رجع كره له. طيب إذن هذه الثانية. طيب استتم هنا قائما وبعدين الحمد لله رب العالمين، فإن رجع حار وبطلة الصلاة. وضحت هذه الثلاث؟ نعم نعم. إذا أخذ بالنسبة للإمام إيه الإمام والمنفرد فضيلته وإذا تعمد وشرح في القراءة بالنسبة للمأمومين لا ما نشرح ينصرف ولا لا لا أبدا ويواصل مع الإمام هو الإمام الصلاة باطلة هنا إذا شرح في إذا شرح الإمام في القراءة ثم بعد ذلك إيش؟ رجع هنا يحرم وبطلة الصلاة. بطل الصلاة بالنسبة للمأموم إيش وضعه؟ المأموم هنا في الحالة هذه شوف هنا في ضابط إنه ممكن يكون الإمام قد فعل ذلك هو جاهل وما يعرف الحكم فلا يستعجل هنا المأموم بماذا؟ إنه ينفصل عن الإمام يكمل مع الإمام لأن فعلا كثير من الناس يا كرام يا فضلاء ما عنده علم بالمسألة ونحن ذكرنا في مسألة تلقى أنه هو الله أكبر وبعدين إيش يرجع هذا يبطل الصلاة على قول عند أهل العلم وقال الشيخ بن عثيمين وقول قوي لكننا نقوله للرفع الحرج عن إيش عن الناس وبعض الناس ما يكبر إلا بعد أن يمكن رأسه من الأرض وما يكبر إلا بعد أن يستتم واقفا فمه فين في الميكروفون ولا يركع إلا بعد ما يخلص التكبير وبعدين إيش ترون هذا ولا ما ترون والتكبير يكون بين الركنين فالغالب جهل فلا يشرع هنا إنه إيش ينفصل عن إيش عن إمامه وهذا اللي مذكور الآن سيذكره الشيخ الآن نعم حسن الله إذا استتم قائمة ولكن المأمول كثر الكلام تسبيح هذا اذا كان ها يبطل صلاه المأموم وما يعرف الحكم يحسب قرط وخلاص سبحان الله سبحان الله احم هذا يحب على صلاه لا هو اذا تنحنح وكذا هذا ضبط الصلاه من نحنح هذا ليس مكان نحنح انما هنا مكان التسبيح لكن ان سبح ما يحصل له شيء لكن هنا ينبغي ان شاء الله ما عليه شيء الذي سبح لكن هنا ينبغي لذلك هذه الابواب ينبغي ان تقرا مره واثنين وثلاث واربع وعشرات المرات العقل ليعلمها رائد المسجد المحافظ عليه من أهل الحي وليفهمها الطرق اللي هو جاي إيش يمر مرورا ويعقلها أهل إيش المسجد فضل عيد فضل قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل لا إن نسي أو جهل شوف هذا ربنا ليش من فين شو الفقيه ده ابن بلبان بيجيب من راسه يا أخي لا يا حبيبي زاك الله خير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت عليكم السلام ورحمة الله أنا بنرد هذا الكلام ليش فضيلتكم لأن كثيرا من الناس لأن كثيرا من التفسح يفسح الله له لأن كثيرا من الناس رعاكم الله تجد أنه يعني تجده والعياذ بالله أنه يسيء الأدب على المشايخ وعلى أهل العلم اطلع لك شيء كذا مرتاح لا كذا مرتاح والله كذا مرتاح كذا مرتاح الله يعني. طيب انا عشان عندي البلاط هذا لا مره مرتاح طيب. الله يكرمك فشوف فضيلتكم لان بعض الناس يصير هذا بيقول لك ايش من دماغه يجيب يا اخي لا ربنا لما نزلت هذا ولذلك هاتان الايتان من قرا بهما في ليله ايش كفتاه ايتان عظيمتان بوب فيهم شيخ الاسلام كلام جميل والحافظ بن حجر في فتح الباري وغيرهما من اهل العلم هذه لان هذه ايتان عظيمتان كفتاه قيل نكره كفتاه قيام الليل كفتاه الشر حتى قالوا اللي غفل عن قيام الليل او تعب عن قيام الليل ما يغفلش يقرا هاتين الايتين ويبدا وقت قراءتها من بعد غروب ايش في ليله كفتاه اللي هي امن الرسول بما انزل اليه الى اخر سوره البقره ومن رحمه الله كل ما جاءت نزلت الله قال قد
ربنا تأخذنا إن نسينا أخطأنا قال قد فعلت، ولا تحمل علينا إصرا قال قد فعلت، ولا تحملنا من قال قد فعلت. خصائص لهذه الأمة لم تشارك فيها أمة أخرى من إيش؟ من الأمة. نعم، نعيد فضيلتك ثاني. قال رحمه الله: وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. وهذا الغالب يا أخوان، ممكن يكون إمام ولا حرج وكذا، لكن يكون عنده جهل بإيش بالمسألة، أو سبحان الله المحراب ده يا أحباب الكرام موقف ما هو سهل، يعرفه من وقف هذا الموقف، موقف هذا ما هو سهل. المحراب ده موقف والله تجد بعض الإخوة بتجده أنه هو ضابط، يقول إذا وقفت في المحراب تصطك أقدامي، إذا وقفت في المحراب قال تصطك أقدامي ما أقدر. بينما تأتي لو في خارج الصلاة ما يلحل لك في ربع كلمة فضل عزم، لكن المحراب هذا هيبة عظيمة. لذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذه المسألة مسألة عظيمة، ولذلك من يجرب مسائل الإمامة وكذا هذا هم وغم، هذا ما هو مؤمن بسهولة، نسأل الله نعين الجميع. نعم. قال رحمه الله: ويتبع مأموم. ويتبع مأموم، أيوة، ويجب السجود لذلك مطلقا. ويتبع مأموم إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلاص يعني سبحت قام قوم معه، فهمت هذا المقصود به، قم معه خلاص. ويتبع مأموم للصحابة، النبي قام معه، النبي جاب خمسة جابوا معه، لكن الآن هذا هو الذي يشرع عليه الصلاة والسلام. لكن الآن مسألة مهمة، قام إمام لخامسة، هو ساهي، هو عنده ساهو، والخلفه الناس هيكونوا على طرائق، منهم من كان ذاهل الناس ما هو عارف ده جاب خمسة ولا جاب الرابع على كذا، ومنهم من شاك هي الرابعة ولا الخامسة، فهؤلاء يقومون مع إمامهم، ومنهم من هو متيقن أنها خامسة، أنها ثالثة في فجر، أنها رابعة في مغرب، هذا ما يقوم مع الإمام، وله وجهان، أفضلهما أن يجلس وينتظر لحد ما يرجع إيش الإمام بعد أن يسبح له، ينتظر لين يرجع ويتشهد معه ويسلم، والثاني جائز كما صحت أدلة الانفصال كصلاة الخوف وغيرها، وأنه ينفصل عنه ويسلم ويمشي، وضحت. وأفضلها الأول لكي يتابع، إنما جعل إمامه وإذا سلم فسلموا، وإذا أراد أن ينفصل كما في قصة الشاب مع معاذ بن جبل في صلاة الخوف والأدلة دلت على الانفصال. هذه مسألة مهمة، هذا إذا قام لخامسة من رباعية أو لثالثة من فجر أو لرابعة من مغرب، أنت متيقن الخامسة أنها الرابعة الثالثة ما تقومش معه، لا تقوم معه. لكن واحد شاب نقول لك ويتبع مأموم، واحد جاهل ناس ما يعرف إيش، ويتبع مين؟ ويتبع مأموم. وضحت يا مشايخ؟ لا، وأنه متيقن يا شيخ ما يقومش قلنا، وقام لا تبطل صلاة المأموم. نعم، تبطل صلاة المأموم. هو الإمام ما يرفع عنه، ما يحملها عن الإمام. ها؟ الإمام يرجع حتى لو قرأ الفاتحة؟ لو تذكر بعد كده أن الخامسة يرجع، تذكر بعدين الخمسة يرجع وجوبا، ولو أتم مع تيقني أنها خامسة أو رابع أو ثالثة بطلت صلاته دون المأمومين، إلا لمن كان معه يعلم أنها الخامسة. وضحت هذه؟ وهذه مسائل، متى يبطل صلاة المأموم دون الإمام والإمام دون المأموم، ومتى تبطل صلاة الجميع. نعم. سبحان الله، إذا تفن في الردود قبل كل ما تكلم تمام تفضل صلاه. طيب اذا واحد كان عنده فن في الرد الامام لخبط، وما يعرف هو فين الان، فبين انه سجد هو وركع ومع الراكعين، فرجع ركع، ولا اذا في سهر السريه قاعد جهر فقال لا يحب الله الجهر بسهوله. لا، هذا بيتفلسف، هذا ليس ما يعني في السجود قال بسجد اكتئب، هذه ذكرت في اخبار حق المغفرين. والله شفتها في الله، شفت مامون قال لك ايش فن الرد للامام. لا لا لا، هذا سوء ادب هذا، وهذه قصص، هذه قصص يعني قصص كريله ودمنه، وقصص قبل النوم، قصص جدد وجدتك، هذا اللي هم يالفوه، هذا اللي تلقاه في موقع يوتيوب ولا كذا،
ما قالها طالب علم ولا قالها شيخ، ما فيش الكلام هذا ابدا. نعم نعم، هذا ذكر القران في غير محله. نعم سبحان الله. اي نعم، ولذلك يسبح الرجل وتصفق امراته. نعم هذا السنة رعاكم الله. ولذلك بعض الناس هذه ذكرها كان ابن الجوزي أبي الفرج في أخبار حق المغفلين، ما جالس يتفلسف كده على الأئمة ويأخذها أحيانا بعض الناس والعياذ بالله فيغرد بها في عالم الأسافير عالم الرويبضة وكذا، ويحسب أن هذا فن الرد. فن الرد إيش؟ فن الرد هو ما ورد في السنة، هذا هو فن الرد، لأن ربنا أمرنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. أيوة يعني السهل. نعم. قال ويبني على اليقين وهو الأقل. أيوة هذا الآن إحنا الآن تكلم في سهو الزيادة وسهو النقصان، والآن جينا فين؟ جينا في الشك. فالأصل في الشك القاعدة الأصولية من القواعد الكليات الخمس، اليقين لا يزول بالشك. فهنا إذا شك ولم يترجع عنده شيء يبني على اليقين وهو الأقل، لأن هذا اللي وردت بالسنة. قالوا طب ليش ما يبنيش على الأكثر؟ قالوا لا يبني على الأقل، فإن زاد أرغم أنف الشيطان وقتل باب وأغلق باب الوسواس، وإن كان هو المراد فقد تمت إيش صلاته. لكن لو بنى على الأكثر فكان الواقع هو الإيش الأقل، بطلت صلاته وفرح فيه الشيطان. عرفتم الحكمة الآن؟ يبني على الأقل ليش؟ ليرغم أنف الشيطان ويتأكد أنه تم وخلاص، ويكون يقينا عنده أن الباب تم وأغلق باب إيش الوسواس. وضحت هذا القصد في مسألة يبني على إيش؟ وهذا في كل عبادة أنت في صلبها تطوف حول البيت، مثلا عندك عمرة وعندك طواف سنة حول البيت أسبوعا سبع أشواط، يعني شكيت في باب رابعة ولا التاء ولا التالتة أو رابعة الخامسة، لو رابعة الخامسة قل هي الرابعة، لو الرابعة والثالثة نقول هي إيش هي الثالثة. وكذلك فين؟ وكذلك في السعي، وكذلك في الصلاة ما دمت في صلبها. أما الشك بعد انقضاء العبادة فهو من وسوسة الشيطان لا يلتفت إليه. غلقت وطفت وسعيت وانتهيت وحلقت وقصرت خلاص يغلق الباب. ليه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، ولا يريدك أن تتلذذ بعبادة. صليت جبت الأذكار ومشيت فلحت الله مع السلامة خلاص انتهينا، لا تقعد تقول هي ثلاثة ولا أربعة انتهى. أما في صلب الصلاة، نعم في صلب الصلاة تبني على الأقل وتكمل صلاتك. نعم ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد والله أعلم. أيوة من شك في ركن، سجدتين جبتهم ولا ما جبتهم خلاص أنت جبت سجدة واحدة جيب الثانية، أو في عدد ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، ثلاث ركعات ولا ركعتين، أربع ركعات ولا خمس ركعات. وضحت مشايخنا؟ أيوه. قال رحمه الله فصل. أيوه هذا السهو كله باب السهو، في شيء في باب السهو، في سؤال في استفسار في شيء. شيخنا ترك بطل صلاته يعني يعيد الصلاة من أولها. أيوه يستأنف من البداية. أي يستأنف كله من البداية. أي نعم. يستأنف من البداية. سأبدنا ناخذ صور عشان. ها؟ أقول ودنا صور يعني. إحنا كل كلامنا بنصور المسألة. أنا هذا وجالس أقوم وأنزل وأعمل. كل الكلام إحنا نصور المسألة. لكن أنتوا فضيلتكم ما الذي يحدث إذا أنتوا يعني مع ضبط الكتاب وترجعون البيت تراجعون وتمر عليكم خلال الأسبوع مسائل تكنشوها ونرجع، لأن أكيد أنتوا يعني ترون أكثر مما أراه أنا، وتعرض لكم أشياء أكثر مما يعرض لي أنا، وكما يقول أهل العلم يعني المذاكرة بين الإخوان وبين الناس هذه كلها تربي العلم وكذا. فإحنا كل ما ذكرنا آنفا إحنا كلنا صورنا على قد ما يحضرني، لكن أنتوا إذا عنا لكم شيء ليس شرطا الآن فيما بعد لابد يكون عندك كناشة دائما تكون في جيبك، وإن فقدت الكناشة الورقية أظن الجوالات كلها فيها مذكرة صح؟ فيها خدمة إيش؟ مذكرة. فأحيانا تمر عليك مسائل سواء فيما نحن فيه أو في غيره دائما اكتبها وسجلها، ولما نأتيها هون إن شاء الله عز وجل نبدأ حنا إيش نذكرها وتبشر. شيخنا الله أحسن إليك، الآن كل ما ذكرت في سجود السهو هذا المأموم الذي أدرك الإمام من أول صلاته، طب عندنا الآن اللي فاتت ركعة ركعتين وحصل من الإمام سهو مثلا في ركعة زيادة أو نقص وما شابه، وبعد أن سلم هذا الذي يعني سلمه
وأراد أن يدرك ما فاته، إيش حكمه الآن؟ أي ممتاز، هذه مسألة جميلة وهذا سؤال جيد. بمعنى ذلك أنا جيت مع الإمام مثلا مسبوقا بركعة والإمام قام لخامسة وأنا ما أدري عنه، فهي خامسة له وأربعة بالنسبة لي، أنا صلاتي تمت كمأموم. سلم معه، هذا الأقرب في المسألة. لكن هل يأتي أنا صلاتي تمت ولا أجيب شيء؟ يسجد السهو على الإمام مو علي أنا، السهو عليه مو علي أنا، الإمام هو اللي يتحمل السهو، أنا ما أتحمل منه شيء، هو الإمام دائما السهو يحمله الإمام. المأموم هنا لا يسهو إلا فيما وقع منه سهو مستقلا عن إمامه. واضح يا مشايخ؟ يعني سلم الإمام وأنا بقي لي ركعة ركعتين وصار مني سهو أنا في ذاك الوقت، أنا هنا أجيب. لكن طول ما أنا مع إمامي هو يحمل، هذه من الأشياء التي يحملها الإمام عن إيش؟ عن المأموم. طب قال الشيخ بعضهم قال إذا يأتي بالسجود إذا فرغ من صلاته هذا الإمام المأموم يقوم، وإذا قام لابد أن يأتي بالسجود. لا ما هو صح، هذا الأقرب، هو يتحمل عنك هذا الإمام، وأنت إن أصابك في من فصلت عن إمامك سهو أنت تتحمله. وهل هذا إيش معنى حديث اليوم ضامن؟ الإمام ضامن لما يقع من المأموم في الصلاة، غير الأشياء التي أنتم عارفينها اللي هي واحد انتقد وضوء الإمام يحمل عليك انتقد وضوء، تروح تتوضا وترجع مرة ثانية. ها؟ أيوه. اتباع السنن أو الأركان أو الواجبات، الواحد طالب علم بعد ما يتفقه في علم المذاهب لما يجي يصلي تلاقي بعض الأحيان الله أكبر ما ينفع يقول لك في المذهب الفلاني، هل يجوز يعني أنا أتبع الطلاب يعني تلاقيه يسوي حركات تقول له هو إيش بك؟ يقول لك في المذهب الفلاني، تقول أنت مذهب أحمد بن حنبل، يقول لك هو شوف هذه من زوال بركة العلم والتنطع والشوفونية لكي يبين خالف تعرف. أحد الشباب نفس اللي تحكي عنه هو الآن في كلية الشريعة في السنة الأخيرة وبدأ يسبل ويأخذ من لحيته، قلت له يا ابني أنت كنت قلت له ماشي كويس، قلت له الآن أنت بتريد بشر ما يكون من شرور الأقوال لأنك تفقهت على الكتاب ولم تتفقه على الشيخ. والله كما أحكي لكم هذه من ذهاب بركة العلم لأنه لم يطرقه بطرائقه الصحيحة، ما طرق العلم زكي، ما أخذ الباب العلم بطريقه ليش؟ بطريقه الصحيحة، ما جلس على أهل العلم لكي يبدأ بهذا التفقه وهذه التؤدة في الفقه، ثم بعد ذلك لما يفتح الله عز وجل عليه في المطولات اللي هي الفقه المقارن هنا في الحالة هذه يأخذ الراجح من أقوال أهل العلم وليس المرجوع. والراجح أن كمر معنا في صفة الصلاة حديث نافع عن ابن عمر أن النبي كان يرفع يديه في أربعة مواطن، في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع عند القيام من ثنتين، فهذا للأسف أخذ شر الأقوال وأضعفها لأنه تفقع الكتاب وأراد الشوفونية. أمثال هؤلاء ولدناهم بالتجربة، نسأل الله يحفظنا جميعا، أنهم ما لبثوا أن ينتكسوا. اي والله اي نسال الله عنه. ايش؟ في ماذا؟ بيصلي إذا كان في كل صلاته تمذب على مذهب فلان، نعم، لا، اما انه في ركوعه اخذ من هذا وفي سجوده اخذ من هذا وفي سجوده اخذ من هذا فهذا انقص في صلاته وهذا ليس التمذب الصحيح. التمذب الصحيح انك انت تتبع المذهب في كل منشطك ومكرهك. نعم هذا التمذب الصحيح. نعم. الشكل الدائم بين السجود تجد لا خلاص هذا وسواس، هذا اللي ذكرناه آنفا، دوام الشيء هذا وسوس، رعاكم الله وكفاكم وآواكم، تطرحه جانبا تماما وانت على ما انت عليه من الصلاة. نعم اخذ اليقين. ايوه ان انت ان انا سويت هذا الشيء سجدت وركعت واتممت. نعم لان هذا يعتبر وسوس. نعم. الشيخ معلش اذا طفت الحين وشكيت انه خامس رابع هل اكل؟ خلي الرابع، اجعله الرابع واتم عليه. ما اكمل بقى يعني الان انت بتقول خمسة اشواط ولا اربعة، اعتبره من اربع اشواط واللي جاي ده اعتبره هو الخامس. ايوه وضحت. ايوه نعم وهكذا. نعم يا شيخ في بعض يشيلون هذا القديم هنا. لا ما يتشال من ولا شيء ولا شيء تحرقني. لا ولا شيء لا ما يتركون ولا شيء. الامام طالع في هذا الشيء لا يقول له بتحرقك البس بدون ياقه، الياقه ما هي لا واجب ولا سنه ولا بتاع، البس بدون ياقه. نكمل تفضل، ما تبغون نوقف قولوا.
الوقت عند الشباب. تفضل. قال رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع. الآن يبدأ على رعاكم الله على السنن المؤكدة من النوافل بعد ما انتهى من الفرائض وصفة الصلاة عموما. نتكلم عن الآن الصلاة النافلة، السنن المؤكدة، يعني التي حافظ النبي عليها. على هذا معنى السنة مؤكدة، هي دون الفريضة لكن أن النبي حافظ عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا معنى سنة مؤكدة. نعم. قال: آكد صلاة تطوع كسوف. واحد، هذه رقم واحد. فاستسقاء. صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء. فتراويح. صلاة الكسوف التي تخص الشمس والقمر، إن الشمس والقمر آيات من آيات الله. صلاة الاستسقاء حينما ينقطع القطر من السماء، ولما وعده النبي يوما وخرج أيضا للصلاة. نعم، تأتي صفات وتباعا إن شاء الله. نعم. فتراويح. صلاة التراويح منونة، قال تراويح. فتراويح. أيوه نونها؟ لا لا لا. أيوه لأن ده ممنوع من الصرف. عشان ممنوع من الصرف. أيوه فتراويح. أيوه. فوتر. صلاة التراويح اللي هي التي تكون في رمضان، التي تكون في رمضان. بعض أهل العلم يعني من المشايخ يعني يقول وتجب صلاة التراويح جماعة، وإن صليت فرادى لا تصح. هذا غير صحيح. تصح حتى وإن كانت إيش فرادى، لكن الأفضل أن تكون جماعة. نعم. قال رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. اللي قال والتراويح هو فوتر. الرابع، هذه الرابعة. هل هذا مرقم عندكم؟ انتهت الترقيم وأعطانا جملة جديدة. ووقته قال الوتر الرابع. الوتر كم؟ الرابع. أيوة أحسنتم، هي صلاة الوتر. وقت الوتر من بعد صلاة إيش؟ العشاء. العشاء إلى الفجر. إلى الفجر. إلى الفجر. هنا لطيفة من اللطائف، من كان في قصر وسفر يعني يقصر الصلاة فجمع تقديما، هنا صح له وإن أوتر بعد صلاة العشاء في وقت المغرب. لكن إحنا ما لن أتفرع على ما اتفقنا عليه، هنمشي على المذهب. نعم. هنمشي على المذهب. قال وقت من بعد إيش؟ العشاء إلى الفجر. نعم. وأقله ركعة. وأقل الوتر ركعة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن خشي الفجر فليوتر بركعة. نعم. وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. أيوة. وأكثره على المذهب 11 ركعة، والأقرب أن أكثره لا حد له، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشي الفجر فليوتر بواحدة. نعم. والأقرب لا حد لهم. أي نعم، لحديث النبي: صلاة الليل مثنى مثنى. إذن صلاة النهار أربعا بتشهد، أما صلاة الليل مثنى 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 مثنى. نعم. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. أيوة، ثلاث بسلامين، اثنين وتسلم واحدة وتسلم. نعم، هذا الأكمل. وإن جعلتها ثلاثا متصلة بسلام واحد صحة، وأخطأ إخواننا من الأحناف الذين يجعلوها على صلاة المغرب. هذا في المذاهب موجود، يجعلون الوتر كالمغرب، وهذا باطل فاسد، لا يشابه الوتر مغربا أبدا، ولم يصح في ذلك حديث. عرفتم كيف؟ زي مغرب يتشهد بعد ركعتين ويقوم ويجي بالثالثة ويتشهد. لا لا، خطأ، هذا خطأ ولا ليس موجودا فيه ولا حديث يصح في ذلك. هذا موجود عند الأحناف. أي صحيح، هذا الصواب، هذا الصواب. نعم. ويقنت بعد الركوع ندبا. أيوة، والقنوت هنا بعد الركوع مندوب إليه، وإن قنت قبله صح، لكن كنا نقول على المذهب. ولذلك هو ما قال لكش يقنت بعد الركوع وجوبا، لأنه في رواية أنه يقنت قبل إيش الركوع. لكن إحنا ما زلنا رأيتم قول واحد في المسألة، ما يتفرع. احفظ هذا، تكون أنت ضبط المذهب. نعم. فيقول اللهم يعني اهدني في الركوع في القنوت مع رفع اليدين. هنا مواطن يرفع فيها اليدين، احنا تكلمنا فيها يمكن قرابة 9 مواطن موجود لها تسجيل على اليوتيوب، منها يعني هذا الموطن اللي هو في 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 يعني يكون فيه ماذا؟ رفع اليدين. واليدين في صفتها لها صفات في الرفع، هكذا وهكذا وهكذا، هذا في الاستغاثة: حتى بان بياض ابطيه. وهكذا، أما هكذا من فقهها أن هكذا، لأنما كان النبي من شدة ما
رفع يديه حتى انها رؤيت كان ظاهرها الى ايش السماء من شده الرفع. هذه صفات رفع ايش رفع اليد. اما هكذا هذه حقه الهندوسه. والله تشوفهم كده يا جماعه لابد لما تشوف يسوي كده تقول له افتح كده. في ناس كده يسوون كده. ايوه ايوه هذا حقه النصارى كده حقه النصارى. ايوه تلقى لما يجيب هدف يعمل كده هذه حقه النصارى ما حقه المسلمين. للاسف الشديد هذه الان في الواتساب هذا اللي بيحدث بين الشباب الطيبين تلقى لما يبعث لك كده يقعد يبعثها لك كده. ايوه هذه زي كده. انت ترجع بعدين تقول له هذه خطا يبعث له ليش؟ يقول لك ايوه الشيخ تجزي ان شاء الله عز وجل لكن الصواب في كل رفع كان النبي يضم كفيه فيقول اللهم اهدني فيمن هديت. نعم اللهم يا الله. ولذلك تجد احنا الان مقبلين على رمضان بلغنا اياكم على خير فاخواننا الائمه طبعا في القنوت يتفننوا في قاعد يقول يا الله يا الله يا الله ما في لا في القران ولا في السنه ابدا ذكر في التوجه الى الله بياء النداء. انما العرب إذا سبق لفظ الجلالة بياء النداء جمعت اللهم. شوف القرآن كله فيه الله. قل اللهم مالك الملك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. يا أخي كنا الرأس كذا وسعادة كذا. نعم لا هكذا هكذا. أيوة لا ترفع رأسه إلى السماء منهي عنه في الصلاة. أيوة أو قال النبي عليه الصلاة والسلام ينسهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخطفن أبصارهم والنظر يكون محل السجود. نعم. وعافني فيمن عافيت. نعم اللهم نعم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. الهداية للتوحيد، الطريق المستقيم، وأن الله إن عافاك كفاك. ولذلك سأل الله العفو والعافية، اللهم يسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يزيد عليها بعض الناس، اللهم يسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا لم يرد. الذي ورد اللهم يسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. لكن إن زاد ما في حرب، لكن وإن لزم ما ورد أفضل. نعم. وتولني فيمن توليت. نعم. يعني اجعلني في ولايتك يا الله، فيمن جعلتهم في ولايتهم من الأنبياء والنبيين والمرسلين والصديقين والأولياء الصالحين. نعم. وبارك لي فيما أعطيت. زده بركة فيما أعطيتني من، وهذا نكرة تدل على العموم. العلم عطاء، الحسن الخلق عطاء، بعض الناس يحسب أن المسألة بس كلها إيش؟ في الفلوس، لا. حسن الخلق عطاء، الاستقامة عطاء، كل هذه عطاءات، نعم. وقني شر ما قضيت. وقني واصرف عني، هذه ما لهاش علاقة. لأنه إن وقاك صرف عنك. هذه زيادات لا علاقة فيها. اللفظة النبوية من أكمل الألفاظ وأوتيت جوامع الكلم. فنلزم ما ورد. واصرف هذه ما هي مولودة نهائيا. وقيني شر فإن وقاك صرف عنك وزيادة. صرف عنك ولم يضرك، لكن ايش اللازمة وقيني واصرف عني ما لها علاقة. نعم وقيني شر ما قضيت. نعم. إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم. إنك تقضي بالحق. الله ما يقضي بالباطل أصلا. وهل يقضي الله بالباطل؟ لا علاقة له. إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم. ولذلك تجد كان بعض مشايخنا يقول بعض الناس في الدعاء في القنوت يقول اللهم ارحم آباء اللهم ارحم المسلمين من شهد لك بالوحدانية ومات على الرسالة. هو إذا كان مسلم يبقى إيش؟ إذا كان مسلم شهد بالوحدانية ومات على الرسالة، صح ولا هذا هو معنى الإسلام؟ نعم. إنه لا يذل من واليت. أي أبدا، هذا يقينا. نعم. ولا يعز من عاديت. نعم. ومنهم من قال ولا يعز من عاديت، الأقرب هذه ولا يعز من عاديت أبدا. من عاداه الله لا عزة له ولا ارتفاع ولا منع. تباركت ربنا وتعاليت. نعم. ولذلك قيل اسم تبارك هذا لا يصح إلا لله عز وجل. بعضنا يسميه ابن تبارك، هذا منهي عنه. تبارك الذي بيده الملك، يعني عمد بركته، هذا لله عز وجل. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. نعم. وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. أرأيتم دعاء مختصر معتصر. ولذلك من سنن دعاء القنوت أن يكون مختصرا وأن لا يكون مطولا وأن لا يكون مسجوعا ممجوجا وأن لا يكون فيه اعتداء وأن لا يكون فيه مخالفة شرعية. فبعض الناس اللي يصلي التراويح ثلث ساعة ويقنط نصف ساعة. شيخنا في الحرم شيخنا هذا ممكن في الختمة ما يخالف، لكن عاد الأصل فيها في بقية الصلوات بهالكلمة.
وأيضا عند عبد الرزاق: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يرجوك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عجبك الجد بالكفار ملحق. هذه دعوات القلوب، ويدعى بما فيه من إيش؟ من السنة. وبعض الناس يعني يتوسع فيعمل الليلة دعاء للمحسودين، بكرة دعاء للمسحورين، بعد بكرة دعاء للممسوسين، بعد بكرة دعاء للذين لم يلدوا، بعد دعاء للغرباء، بعد لا دعاء عام. جزاكم الله خير. إنه ما كان يخصص مثل هذه التخصصة، دعاء عام يشمل فيه كل إيش من تريد أن تشمله مع الاختصار. نعم. فيما هو أطم من هذا شيخنا، في دعاء اسمه قصص الأنبياء. الله لا حول. حس الواو العطف لا يجزي الكلام. إيش؟ الواو العطف لا يجزي الكلام. لا لا، هذا كلها تدخل في باب الاعتداء إلى غير ذلك، وهذا هو الدعاء في القرآن. ثم يختم بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا لا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. كم كل نسي لا يا شيخ وخليها بكتاب الشيخ، لأن ما باقي بس نخلص الصفحة هذه. طيب أبشر. حاضر. طيب ويؤمن مأموم. نعم، والمأموم يؤمن على دعاء إمامه. نعم. ويجمع إمام الضمير. أيوة، يعني ولذلك النبي يقول: من صلى بالناس فدعا نفسي فقد خانه. يعني خلي الضمير ضمير ايش؟ الجمع. ما يقول اللهم اهديني في، لا اللهم اهدنا، يعني جعله بضمير الجمع اذا كان يصلي بالناس. اما اذا كان يصلي وحده فان جعلها بضمير الجمع فلا حرج، وان جعلها بضمير الفذ فلا حرج. اما من صلى بناس فدعا وخص نفسه فقد خانه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ويمسح الداعي وجهه بيده مطلقا. ايوه، هذا لم يرد فيه شيء، وان ذكر في المذهب. المتعصب هنا المذهب يقول معنا كذا وجد في المذهب. أنا عارف أنها جاءت، لكن هي لم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن هؤلاء يؤخذ من كلامهم ويرى إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مطلق يا شيخنا، في كل دعاء قصد. لا يصح. لم يرد فيه صح، لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه مسح الوجه بالدعاء، مسح الوجه باليدين عند الدعاء شيء. نعم. والتراويح 20 ركعة برمضان. هذا على المذهب، خلا طبعا الوتر 3 ركعات، هذا على المذهب. نعم. تسن والوتر معها جماعة. تسن والوتر معها جماعة. شوف، لذلك من قال تجب الجماعة هنا من مشايخنا وحبايبنا وكذا أخطأ، أنها سنة وليست الجماعة، لها سنة وليست إيش واجبة. قالوا: ويفضل في حق من إذا ذهب وحده كسل عن التراويح إلى غير ذلك أن يصليها مع الجماعة، لكن من كان حافظا للقرآن ويرى أنه يريد أن يصلي وحده لكي يزداد خشوعا ويراجع محفوظه، هنا يكون الواحد أفضل من أن يكون مع إيش؟ مع الجماعة. ولامرأة تخرج متعطرة متطيبة فتطلب سنة وتفعل محرما، لا نقول لك بعد فين؟ في قعر بيتك أحسن وأفضل. نعم. أيوة نعم، هذه هي. لكن هذا على هذا لا يؤدي أن نقول واجب، لكن هنالك كل ما هنالك أنه من حديثنا أحمد في المسند أنه من صلى وحده لم يدرك هذا الأجر، من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لم يدرك هذا الإيش؟ هذا الأجر. نعم، هذا هل اللي قلنا يفضل ويسن ويندب ويستحب أن يصلي مع الجماعة. نعم. وذكر شيخنا الآن فوتر، فتراويح فوتر خامسا، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. ممتاز. هذه على المذهب، وإلا فالراتبة في الظهر 4 قبل الظهر واثنان بعده، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعد، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وركعتي الفجر. نعم. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. نعم، هما آكدها جميعا. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر وأبي هريرة: أوصاني خيري بالثلاث، لا دعهن ما حييت، أن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 من كل شهر، وركعتي الفجر. وركعتي الفجر خير من الدنيا وفيها. قيل: هل السنة ولا الفريضة؟ والأقرب هي الفريضة، والأقرب هي إيش؟ وأربع لم يتركهن النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا،
الضحى قيام الليل والوتر وركعتي الفجر. نعم. قال رحمه الله: وتسن صلاة الليل بتأكد. وتسن صلاة، وصلاة الليل سنة مؤكدة يعني، لأن النبي قلنا ما ترك لا في حضر ولا في سفر، وإنما عنها قضاها، حديث عائشة في الصحيح قضاها نهارا وزاد ركعة. وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. نعم. وهي أفضل من صلاة النهار. نعم، لقول ربنا عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني أشد وطاء ومواطأة لقلب المؤمن وأصدق في القول، إنه لا يراك إلا الذي خلقه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحارهم يستغفرون. نعم. قال تجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا من رزقناهم ينفقون. فكل هذا الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بسبب ما كانوا يعملون. نعم. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فرق بين المستمع والسامع. يعني إنسان يقرأ بجوارك في المسجد، لكن أنت مستمع، يعني أذنك معه وقلبك معه، فإن سجد للتلاوة فاسجد معه، لكن أنا سامع ماني مستمع، يعني أنا في شأني وفي استغفاري وردي. فرق بين السامع، المستمع هو الذي أرعى سمعه وقلبه للقارئ أو للمتكلم، والسامع هو ليس هو فقط أذانه لكن ليس مركزا معه. طيب، من يستمع للمذياع أو لإذاعة القرآن أو لغيرها من التلاوات وأتت آية سجدة أيسجد معه؟ قالوا لا. وقال بعض مشايخنا: إن سجد المذيع فاسجد معه، إن سجد المذيع فاسجد معه. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا نعم. رفع. أيوة، يعني إذا سجد يقول الله أكبر، وإذا رفع يقول الله أكبر. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ ما يقوله في السجود المطلقة من التسبيح، من الدعاء سيد وجل الذي خلقه، من الدعاء مطلقا. ما يسن في السجود لغير في الصلاة وغيره يسن في سجود التلاوة. ومن كان في دابة أو على راحلة أو في الطريق فليسجد إيماء، يعني أنت في ممشى ولا أنت بتعمل رياضة أو ماشي في وردك من البيت إلى المسجد أو العودة ومرت بأي سجدة إيماء، تسجد إيش؟ إيماء. نعم. وإذا رفع قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذا على المثل، والصواب ما فيها تسليم، لكن هذا على إيش؟ على المسجد الذهب، يعني والله أكبر يسجد الله ويقول بالأذكار في السجود، والله أكبر يجلس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصواب والأقرب من غير ذلك، لأن النبي سجد عليه الصلاة والسلام سجد التلاوة على المنبر، وسرد عمر وغيره ولم يسلموا. نعم. ما يقال في السجود مطلقا يقال في سجد التلاوة: سبحان ربي الأعلى، واحدة ثلاثة عشرة، سرد وجه الذي خلقه وصور وشق سمع بصره، من غير حول مني ولا قوة، تبارك الله سبحانه الخالقين. والدعاء مطلقا: رب اغفر لي، رب ما تشاء. وفي الدعاء أو في السجود فأكثر من الدعاء قم أن يستجاب لكم. نعم. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. ليه؟ لأنه هذا يشوش عليه على المأمومين. أرأيتم شفت الفقه الجميل؟ هذا يشوش على المأموم. لماذا سجد؟ تعتقد سبحان الله سبحان الله، فهمتني؟ وهذا أرأيتم يكره له، لكن ما قالوا يحرم، لأنه يدخل في عم قوله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ما قال يحرم، قال يكره له ذلك. نعم. وعلى مأموم متابعته في غيرها. وعلى مأموم متابعته في غيرها، في غيرها يعني في غير صلاة سرية، يعني إذا قرأت آيات السجدة لي 15 موطنا في الصلاة الجهرية. نعم. خلاص. قال رحمه الله: وسجود شكر. شاب يقول خلاص. طيب. أحسن الله إليك شاب، بقي صفك. طيب هذا والله اعلم، صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب هذا دعوانا الحمد لله رب العالمين.